السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ ان شاء الله في الفيديو دوت هنبدأ نشرح الاي سي بتاع الاوب ام. يعني احنا خلصنا شابترين قبل المتر في جزء دكتور فتحي، خلصنا شابتر الكرنت سورس، وبعد كده خلصنا الشابتر بتاع الديفرنشال امبليفاير، وبعد كده دخلنا في شابتر الاوب ام قبل المتر وخلصنا الدي سي بتاع الاوب ام. فده كده اخر سيكشن اديناه قبل المتر في جزء دكتور فتحي اللي هو كان الدي سي بتاع الاوب ام. لكن اللي محتاج شغل اكتر والجزء الاكبر في الشابتر بتاع الاوب ام هو الاي سي. فده اللي هناخده النهارده ان شاء الله. هناخد الاي سي اناليسيس بتاعه الاوب ام، وده بيبقى عليها فور شور سؤال في الفاينل مش اقل من 15 درجه، ممكن يبقى 15 درجه 20 درجه في الرينج ده. فهنتكلم دلوقتي بقول لكم عن ايه، عن الاي سي بتاع الاوب ام. تمام. طيب اولا احنا كنا عارفين ان 741 اوب ام لما خدنا الدي سي اناليسيس بتاعتها هي مكونه من ثلاثه ستيجز، ستيج الانبوت وستيج الجين ستيج اللي هي الانترميديت ستيج والستيج الاخير خالص اللي هي الاوت ستيج. فكنا عارفين ان انا عندي ثلاثه ستيج للاوب ام، وبدانا خدنا كل ستيج منهم وعملنا لها دي سي اناليسيس بتاعتها. وكان هدف الدي سي اناليسيس ايه؟ ان انا اطلع قيم الكرنتس اللي هو الاي سي والاي بي والاي اميتر، ومنه بقى احسب البيتا، ومنه ابدا احسب البارامترز اللي انا هستخدمها في الاي سي اناليسيس دلوقتي. يعني دلوقتي واحنا شغالين في الاي سي اناليسيس هتلاقي نفسك محتاج تستخدم بارامتر الترانزستور اللي هي البارامترز بتاعت الموديل بتاع الترانزستور اللي هو الار اوتبوت والجي ام والار باي والار اميتر. فهتلاقي ان كل دول اصلا فانكشن في الدي سي كارنتس اللي انت حسبتها. فانت هتلاقي عشان تشتغل اي سي اناليسيس مثلا للانبوت ستيج فانت محتاج تحسب البارامترز دي للترانزستور، لان هي دي اللي هتشتغل، اللي منها هتبدا ان انت تعمل الاي سي اناليسيس بتاعت الاوب ام. عشان اصلا تحسب قيم البارامترز بتاعت الترانزستور دي هتلاقي ان هي فانكشن في الدي سي كارنتس اللي انت كنت جايبها من الدي سي اناليسيس بتاعت الاوب ام. فاحنا النهارده مش هنتكلم خالص عن الدي سي اناليسيس لان دي اتكلمنا عنها في السيشن لوحدها، لكن عايزك بس تبقى فاهم ان الكارنتس اللي انت كنت جايبها اللي هو الاي سي والاي بي والاي اميتر، ومنها حسبت البيتا ومنها حسبت الالفا اللي هو بيتا اي سي على اي بي. فكل الكرنس اللي انت جبتها من الدي سي اناليسيز هتبقى بتعوض بيها علشان تحسب البارامترز بتاعه الترانزستور. من البارامترز بتاعه الترانزستور دي انت هتستخدمها في الاي سي اناليسيز. البارامترز دي هتستخدمها في مين؟ في الاي سي اناليسيز. كويس جدا. فدلوقتي هيبقى عندي كام ستيج؟ 3 ستيج. طب انا هبدا اشتغل على كل ستيج منهم على حده. هتلاقي الانبوت ستيج دي هي اكبر ستيج فيهم، دي اكتر واحده هتاخد فيهم شرح كوقت، يعني دي اكبر ستيج. وبعد كده نشتغل على كل ستيج، وبعد كده نشتغل على الاوت ستيج. طب كل ستيج هنشتغل عليها في الاي سي اناليسيز المفروض نكون بنحسب لها ايه؟ كل ستيج من الثلاثة ستيجز دول. طبعا احنا عارفين كل ستيج عباره عن شويه ترانزستورز متوصلين بشكل معين، زي مثلا اهو دي كده الانبوت ستيج زي ما قلت لكم، ده كده الاوت بتاعها اللي هو هيبقى انبوت للسكند ستيج. فكل الترانزستورز دول اللي هو كان فيهم ميرور كارنت سورس، وكان عندك هنا في ميرور كارنت سورس اللي هو سيمبل كارنت سورس، هنا كان عندك كويدلر كارنت سورس. فكل الترانزستورز دي كانت بتمثل الانبوت ستيج. بعد كده بقى ده كده الانبوت، ده كده الاوتبوت بتاع الانبوت ستيج، كان بيخش اوتبوت، كان بيخش كانبوت للجين ستيج اللي هي السكند ستيج اللي هو كان الترانزستور ده وده وده. بعد كده بقى كان الثيرد ستيج اللي هي الستيج الاخيره اللي هي الستيج الثالثه دي اللي هي الاوت ستيج. فكل ستيج منهم لما نيجي نعمل لها الاي سي اناليسيس اللي هي عباره عن شويه ترانزستور هنبقى المفروض بنحسب للستيج دي ايه؟ هقول لك هنبقى المفروض بنحسب لها حاجه اسمها الار انبوت اللي هو الانبوت ريزيستنس الايكويفالنت لكل ترانزستور دي او لكل الديزاين ده بتاع الانبوت ستيج كلها. مثلا ابقى عايز احسب الانبوت ريزيستنس لكل الانبوت ستيج، وعايز احسب مين؟ الاوتبوت ريزيستنس لكل الانبوت ستيج، وعايز احسب ايه تاني؟ حاجه اسمها الترانس كوندكتنس بتاعت كل الستيج، وحاجه اسمها الفولتج جين اللي هو الاوتبوت فولت على الانبوت فولت. فانا هبقى هي دي الحاجات اللي انا عايز احسبها لكل ستيج، عايز احسب الايكويفالنت انبوت ريزيستنس بتاعتها والايكويفالنت اوتبوت ريزيستنس بتاعتها والترانس كوندكتنس بتاعتها والفولتج جين بتاع الستيج دي، بحيث انا هشيل كل الترانزستورز والديزاين والريزيستورز والديزاين بتاع الستيج دي واعوض مكانهم بايه؟ اعوض مكانهم في الاخر خالص بالرسمه دي. هشيل
كل الديزاين بتاع الاند ستيج، وفي الاخر عوض عنهم بايه؟ ب المقاومه اللي هي الار انبوت اللي هنا، وهنا طبعا هيبقى الفي انبوت اللي داخل، وهنا هيبقى الترانس كوندكتنس اللي انت حسبتها في الار اوتبوت ذا كارنت سورس، وهنا الار اوتبوت الكبيره اللي هيبقى عليها الفولت في اوتبوت، وهنا الفي انبوت بتاعك، وهنا مين؟ وهنا اللي هو الفي انبوت بتاعك. تمام، فدي كده الايكويفالنت. طبعا هنا يبقى دي الفي انبوت، وماشي هنا كارنت مين؟ ماشي هنا كارنت اي. فانت عايز تحسب الار انبوت للستيج، والار اوتبوت للستيج، والترانس كوندكتنس للستيج، والفولتج جين للستيج. بس اللي انت هتحسبهم هو انت مش هتحسب الفولتج جين، انت هتحسب دول، هما دول اللي انت هتحسبهم، وهنشوف هنحسبهم ازاي لكل ستيج، بحيث بعد ما تحسبهم هتروح شايل كل الستيج، كل الترانزستورز وكل الليله دي، وحاطط مكانهم الانبوت ريزيستنس اهو في ناحيه الانبوت وعليها فولت في انبوت، وحاطط هنا في ناحيه الاوتبوت كارنت سورس قيمته جي ام في ار اوتبوت اللي هو الترانس كوندكتنس في الاوتبوت ريزيستنس اللي انت حسبتها، وهتحط مقاومه بارل مع الكارنت سورس دي اللي هي مين؟ اللي هي الار اوتبوت. طب دلوقتي بقى الفي اوتبوت هتبقى ايه القيمه بتاعتها؟ هي سالب الكارنت ده في الار اوتبوت، ده الفي اوتبوت اللي هو سالب جي ام في الار اوتبوت. لا ثانية واحدة، دي انا اتلخبطت، بس ما اقصدش دي جي ام في الفي انبوت، اقصد دي جي ام في الفي انبوت. فاكرين لما كانت دي بتبقى الار باي عليها فولت في باي، كانت بتبقى دي جي ام سمول في الفي باي. المرة دي بس عشان ده كده الايكويفالنت لكل الستيج، فدي كده هتبقى الار انبوت عليها فولت في انبوت، وهنا الكرنت سورس اللي هو جي ام في الفي انبوت اتجاهه لتحت، وهنا الار اوت. فهيبقى الفي اوت اللي هو سالب، عشان الكرنت يمشي بالعكس، سالب الجي ام في الفي انبوت مضروب فيه الار اوت. فبالتالي قسمت في اوت على في انبوت اللي هو الفولتج جين، في اوت على في انبوت هيديني سالب جي ام اللي انا هبقى حسبتها اللي هي ترانس كوندكتنس، مضروب في الار اوت اللي انا هبقى حسبتها اللي هي الاوتبوت ريزيستنس، ده هيديني الفولتج جين بتاع الستيج كلها. فببساطه ده اللي هنعمله في كل ستيج، هنحسب لها الانبوت ريزيستنس، هنحسب لها الاوتبوت ريزيستنس، هنحسب لها ترانس كوندكتنس، علشان بعد كده نحط الديزاين ده للستيج دي. هنا الانبوت ريزيستنس هنا عليها فولت في انبوت ماشي فيها كارنت اي انبوت، هنا الترانس كوندكتنس مضروب في الفي انبوت كارنت سورس، هنا الار اوتبوت عليها فولت في اوتبوت، يبقى اقدر اقول ان الفي اوتبوت هو سالب جي ام في انبوت في الار اوتبوت، يبقى الفولتج جين هو سالب جي ام في الار اوتبوت. انا اوريدي حاسب الاثنين، يبقى انا كده حسبت الفولتج جين، حسبت الترانس كوندكتنس، حسبت الار اوتبوت، وحسبت مين؟ وحسبت الار اوتبوت، وحسبت الار اوتبوت، وحسبت الار مين؟ الار. فكده تمام جدا، كده تمام جدا. يبقى ده اللي هنعمله لكل ستيج. طب احنا دلوقتي هنبدا نعمل الكلام ده لكل ستيج. هو في مساله الامتحان بيعمل ايه؟ كالعاده زي ما قلت لك في الدي سي اناليسيس بالظبط، بيجيب لك، واحنا طبعا الدي سي اناليسيس حلينا عليه اوريدي، بيجيب لك حته من الستيج او الستيج كلها، وممكن يعمل فيها تعديل، ويطلب منك برضو كالعاده الفولتج جين والانبوت ريزيستنس، واوريدي هحل معاكم مسائل من امتحانات سابقه. فده اللي عايز اقوله لك، ان انا اللي انا هشرحه لك دلوقتي هو اللي ما بيجيبه في الامتحان بيعمل كده، بيجيب لك الاستيج زي ما هي، او ممكن يعدل عليها تعديل صغير، ويطلب منك الانبوت ريزيستنس بتاعتها والاوتبوت ريزيستنس بتاعتها والترانس كوندكتنس والفولتج جين وهكذا، زي ما كان بيعمل في الدي سي اناليسيس بالظبط. فالمساله شابتر اوب ام اللي بيجي في الامتحان بيجيب لك اي ستيج سواء دي سي او اي سي، سواء الستيج زي ما هي او عاده بيعدل عليها تعديل صغير، ويبدا يقول لك احسب لي بقى التيارات بتاعتك سواء في الدي سي، او يقول لك مثلا احسب لي ايه، احسب لي الار انبوت والار اوتبوت والفولتج جين والترانس كوندكتنس لو هو عايزك تشتغل مين اي سي انالز. طبعا الاي سي انالز هو اللي بيبقى درجته كبيره في الامتحان، وانت عشان تشتغل اي سي انالز اصلا انت لازم تعمل دي سي انالز. انت تعمل الاول دي سي انالز، تطلع الكرنت، تحسب منها البارامترز بتاعت الاي سي انالز اللي هي الار نود، الار اوتبوت سمول، والار باي، والحاجات دي زي ما هتشوف الحاجات دي انت بتستخدمها اصلا عشان تعرف تحسب الار انبوت والار اوت والحاجات دي. فانت لازم تشتغل، يا اما هو يبقى مدارك بس هو مش هيدارك، فانت على طول هيخليك تشتغل في الار دي سي اناليسيس عشان بعد كده ايه، او ممكن يبقى مدارك على طول مدي لك الكرنتس على طول، بس ممكن يبقى يخليك تشتغل في الار دي سي اناليسيس بعد كده منها تحسب الكرنتس اللي هتشتغل اللي هتعوض بيها في الاي سي اناليسيس، او تلاقيه بيقول لك ايه، تلاقيه بيقول لك
الكرنت قيمته كذا واشتغل اي سي انالتس على طول. طيب تمام، قبل بس ما نخش في الانبوت ستيج في شويه بيزكس لازم نظبطها، ولو ما فهمتهاش كويس جدا مش هتفهم اللي جاي، مش هتفهم بقى ازاي تحسب الار انبوت او الار اوتبوت والكلام ده. فالاساسيات دي مهمه جدا جدا. تمام، فزي ايه مثلا؟ انا عندي ترانزستور بالشكل ده، انا عندي ترانزستور بي الشكل ده، ادي البيز والاميتر والكوليدر. لو انا جيت بصيت هنا عند البيز هشوف equivalent impedance بتساوي ايه. هقول لك بص، انا في الاول هفهمها لك وبعد كده بقى عايزك تبقى مجرد ما تبص على الترانزستور كده تعرف، بس تعالى في الاول نفهمها. الايكويفالنت موديل او الايكويفالنت باي موديل بتاع الترانزستور دوت هو بالشكل ده، ان ده كده البيز، دي كده الار باي، عليها فولت ايه؟ في باي، و الناحية التانية ده طبعا البيز وده اللي هو الإيميتر، وطبعا الناحية التانية طرف الكوليكتور، في هنا كرنت سورس اللي هو جي ام في الفي باي، ومقاومة اللي هي الار سمول. تمام، فده كده الايكوفالنت بتاع الترانزستور. فبالتالي انا لو جيت بصيت عند البيز ايه الانبوت ريزيستنس اللي انا هشوفها؟ انا جيت بصيت عند البيز فالانبوت ريزيستنس اللي انا هشوفها اللي هي الار باي، اللي هي قيمة الار باي، فدي كده هتبقى الانبوت ريزيستنس اللي انا ايه اللي انا هشوفها. طيب خلي بالك في الرسمة دي الاميتر هو متوصل بالجراوند، فالاميتر هو متوصل بالجراوند، فالار انبوت اللي انا هشوفها هنا هي عبارة عن الار باي، والار باي طبعا هعرف احسبها من الدي سي اناليسيس، لان الار باي هي الفي ثيرمال على الاي بي، الاي بي هبقى جايبها من الدي سي اناليسيس، ودي 25 ملي فولت. بس سيبك بقى من طريقة حسابها، انت الكلام ده انت عارفه من الدي سي اناليسيس اصلا، عارف عارف قوانين الار باي و الجي ام والكلام ده كله، ممكن ارجع لكم عليه بسرعة كده. الار باي كانت عبارة عن الفي ثيرمال على الاي بيز، الجي ام كانت عبارة عن الاي سي على الفي ثيرمال، يعني ممكن اقول ان هي بيتا اي بي على الفي ثيرمال، يعني كنت اقدر اقول ان دي كده بتمثل الار باي بس في المقام، قلت لك ان هي بيتا على الار باي ده عشان تحسب الجي ام. عايز تحسب الار اوتبوت فهي عبارة عن الايرلي فولتج مقسوم على المين الاي سي، فده كده اللي هي الار اوت. مين تاني؟ الار اميتر هي عبارة عن الار باي على 1 زائد بيتا، او ان هي الفي ثيرمال على الاي اميتر، لان دي هتبقى بيتا، دي هتبقى 1 زائد بيتا في اي بي، وفي ثيرمال على اي بي اللي هي الار باي، فتبقى 4 على 1 زائد، ان هي 1 زائد بيتا في الاي بي، وفي ثيرمال على الاي بي اللي هي الار باي، وتبقى دي كده الار اميتر. طب اماكنهم فين اللي هم البارامترز؟ فطبعا باينه جدا ان البارامترز دي كلها انت بتحسبها اصلا من الدي سي اناليسيز، لان الفي ثيرمال ثابته في الاي بي من الدي سي اناليسيز، دي من الدي سي اناليسيز، الايرلي فولتج رقم ثابت فده من الدي سي اناليسيز، ده نفس الكلام. فانت بتشتغل دي سي اناليسيز عشان تحسب الكرنتس، عشان منها تحسب البارامترز دي اللي بعد كده هتلاقي زي ما بوريك دلوقتي ان انت هتستخدمها في الاي سي اناليسيز عشان تحسب بقى الانبوت ريزيستنس والكلام ده كله. فده كده مكان الار باي زي ما قلت لك من شويه، عليها فولت في انبوت ما بين البيز وما بين الاميتر، فالار باي بتبقى موجوده ما بين البيز والاميتر. طيب الجي ام بتبقى موجوده ككرنت سورس اللي هي الجي ام في الفي باي ما بين الكوليكتور والاميتر، الار اوتبوت سمول بتبقى برضه موجوده ما بين الكوليكتور والاميتر اللي هي الار اوتبوت سمول. طب الار اي مكانها فين؟ الار اي هقول لك بص، الار باي دي انا لو انا عايز انزلها، يعني دلوقتي هو الاميتر متوصل بالجراوند، انا لو انا عايز اخد الار باي دي بدل ما هي متوصله عند البيز وماشي فيها كرنت اي بيز، لا يعني المفروض دلوقتي الار باي متوصل عند البيز وماشي فيها كرنت اي بيز، لا انا عايز اخد الار باي دي انقلها ناحيه الاميتر بحيث الاميتر ما يبقاش متوصل بالجراوند، ده الاميتر المقاومه دي هتنزل له تحت. فاعمل ايه؟ هقول لك بص، لو عايز تعمل كده اضمن ان الفرق الجهد على المقاومه هيفضل ثابت. فدلوقتي هي ار باي ماشي فيها اي بي، فرق الجهد اللي عليها هو ار باي في اي بي. طب ما انت لما تنقلها تحت هيمشي فيها كرنت اي اي اللي هو 1 زائد بيتا في الاي بي، فانت لو نقلتها تحت هيمشي فيها كرنت 1 زائد بيتا في الاي بي، وانت عايز فرق الجهد اللي عليها ثابت، فبالتالي لما تنقلها تحت
يقسمها على 1 زائد بيتا، بحيث دي تروح مع دي، ويبقى فرق الجهد اللي عليها برضو ستيل ار باي 5. علشان كده انت الار باي دي لو انت عايز تنقلها وتخليها هنا، فهتخلي قيمه المقاومه طبعا هتتشال من هنا، انت عايز تاخدها من هنا تحطها هنا، فساعتها هتبقى قيمتها للمقاومه كام؟ قيمه المقاومه دي هتبقى عباره عن ار باي على 1 زائد بيتا. ليه قسمتها على 1 زائد بيتا؟ علشان هيمشي فيها كارنت اكبر، هيمشي فيها كارنت 1 زائد بيتا في الاي بي، فقسمتها هنا على 1 زائد بيتا عشان يبقى فرق الجهد اللي عليها برضه ستيل ثابت اللي هو الاي بي في الار باي. على العكس انت لو كان عندك مثلا هنا مقاومه ار ايميتر، يعني كان الايميتر مش متوصل بالجراوند مثلا، لو كان الايميتر بتاعك مش متوصل بالجراوند، وكان في مقاومه اسمها مثلا ار ايميتر، فانت عايز تاخد الار ايميتر دي تطلعها ناحيه البيز، فهو ماشي فيها اي ايميتر اللي هو 1 زائد بيتا في الاي بيز، فده كده فرق الجهد اللي عليها اللي هو 1 زائد بيتا في الاي بيز في الار اي اللي هو الاي ايميتر في الار اي، فانت عايز تطلعها ناحيه البيز ويمشي فيها الاي بي بس، فتضربها في 1 زائد بيتا، هتضربها في 1 زائد بيتا علشان لما تطلع لفوق يبقى ويمشي فيها اي بيز، يبقى فرق الجهد ما حصلش فيه حاجه، فتلاقي نفسك عملت ايه؟ تلاقي نفسك ادي كده البيز الايميتر ما كانش متوصل بالجراوند في الاول، هتوصله دلوقتي بالجراوند، بس دي هتبقى ار باي ودي هتبقى 1 زائد بيتا في الار ايميتر، ويبقى دلوقتي الايميتر بقى متوصل بالجراوند، والفولت في انبوت طبعا هيبقى واصل من هنا، لكن الار باي هي اللي هيبقى عليها الفي باي، لكن الفي انبوت هيبقى واصل ما بين الطرفين دول. وناحية الكوليكتور مش هتبقى اتغيرت، وستيل نفس الكرنت سورس بتاعك، وستيل نفس مين؟ نفس الار اوت بتاعتك. تمام كويس. فده عايز يقول لك ان هي اي مقاومه موجوده عند البيز عايز تنقلها تخليها موجوده عند الاميتر هتقسمها على 1 زائد، عايز تبقى هي موجوده في الاميتر وعايز تطلعها عند البيز هتضربها في 1 زائد، هتضربها في ايه؟ هتضربها في 1 زائد. فهي الار اميتر هي موجوده عند الاميتر، لان بص الار باي هي عباره عن الار اميتر، اقصد هي عباره عن ار باي على 1 زائد بيتا، فالار اميتر في 1 زائد بيتا بتساوي الار باي. فهي الار اميتر سمول هي مقاومة اصلا موجودة عند الاميتر، فانت لما بتنقلها فوق عند البيز فبتروح تضربها في 1 زائد بيتا فبتطلع لك الار باي. طب لو انا عايز اخد الار باي دي انزلها عند الاميتر وما تبقاش موجودة هنا، اروح اقسمها على 1 زائد بيتا، فهي مقاومة واحدة بس ممكن احطها عند البيز ممكن احطها عند الاميتر. احنا بنعمل ايه؟ احنا بنوصل الاميتر بالجراوند وبنقول ان هي موجودة عند البيز وقيمتها ار باي، بقول ان هي موجوده عند البيز وقيمتها ايه؟ قيمتها 4. طيب فدي كده بس كنت بفكركم بالقوانين. فزي ما قلت لك انت هنا الترانزستور اللطيف دوت، انت لما تيجي تبص له عند البيز الار انبوت الايكويفالنت اللي انت هتبقى شايفها، انت هتبقى شايف الار باي، او عشان حتى بص من المودم ما بين البيز والاميتر في الار باي، فانا لما ببص عند البيز انا شايف مين؟ شايف الار باي، دي المقاومه اللي انا شايفها اللي هي مقاومه الار باي. طيب لما اجي بقى ابص عند الكوليكتور هشوف ار انبوت بتساوي ايه؟ لك لما تيجي تبص عند الكوليكتور ما بين الكوليكتور والاميتر هتشوف ار انبوت اللي هي الار اوت سمول. ف عند الكوليكتور انت شايف الار انبوت بتاعتك هي ار اوت سمول، عند البيز انت شايف ان الار انبوت بتاعتك اللي هي الار باي، بس طبعا احنا شغالين كومون اميتر، يعني الانبوت بتاعي بيخش على البيز والاوت بتاعي بيتاخد من على الكوليكتور، فلو كان حاجه بالشكل ده وي الانبوت كان داخل على البيز وي الاوت كان بيتاخد من عند الكوليكتور، فبنسمي مقاومه الار انبوت بتاعت الكوليكتور دي ار اوت، لان الاوت متاخد من عند الكوليكتور، ونسمي الار انبوت عند البيز ار انبوت. فهي انا هنا كنت بحسب الايكويفالنت امبيدنس عند البيز، وانا بحسب الايكويفالنت امبيدنس عند الكوليكتور، فلقيت عند الكوليكتور في الار اوت سمول، عند البيز في الار باي. لكن علشان احنا الانبوت بتاعنا فور اكزامبل هيبقى داخل على البيز ان كيس ان هو كومن اميتر، والاوت بيدخل من على الكوليكتور، فساعتها بالنسبه لي الايكويفالنت امبيدنس عند البيز هي الار اوت، والايكويفالنت امبيدنس عند الكوليكتور هي الار اوت. فاتني بقول لك الار انبوت هي بار باي، واتني بقول لك ايه؟ ان الار اوت هي بي ار اوت سمول. طب هل الار باي دي كنت ممكن اشيلها احط مكانها حاجه ثانيه؟ اقول لك اه ممكن، كنت اقول ان الار باي هي عباره عن الار اميتر اللي هنا مضروبه في 1 زائد بيتا، ما احنا عارفين ان الار باي هي عباره عن 1 زائد بيتا في الار اميتر،
يعني كاني بقول له ان كان هنا في ار ام متر ضربتها في 1 زائد بيتا طلعت لي فوق، او اقول له ار باي وخلاص، ما يعرف ان الار باي 1 زائد بيتا في الار ام متر. المهم ان انا وانا باصص هنا انا شايف ايكوفالنت ريزيستنس هي واحده بس، يا اما تحطها هنا يا اما تحطها هنا. فانا ببص هنا عند البيز، فانا شايف الار باي اللي هي بتمثل الار ام متر اللي كانت هنا بس اتضربت في 1 زائد بيتا عشان تطلع البيز. ان زي ما قلت لكم ما تنسوش المعلومه دي، اي حاجه في الامتر تطلع للبيز هتضرب في 1 زائد بيتا. فهمتك ليه؟ اي حاجه في البيز هتنزل للامتر هتتقسم على 1 زائد بيتا، هتتقسم على 1 زائد بيتا. طيب لو الترانزستور غيرت فيه شويه، ودي هتبقى سهله بالنسبه لك انك خلاص فهمتها. لو الترانزستور غيرت فيه شويه وخليته بالشكل ده، حطيت هنا مقاومه اسمها ار ام متر ودي البيز، وعايز اشوف بقى الايكوفالنت امبيدنس هنا والايكوفالنت امبيدنس هنا، واقول لك تمام تعالى نرسم كده الموديل في الاول، بعد كده اقول لك بقى ازاي تجيبها بمجرد النظر. ده كده ما بين البيز وما بين الامتر هيبقى في المقاومه ار باي عليها فولت ايه في باي، و في ما بين الكوليكتور وما بين الاميتر عندك كارنت سورس اللي هو الجي ام في الفي باي، وعندك برضو مين تاني عندك ار اوت سمول، وعليها فولت في اوت. تمام، فاهم مش مهتمين بالفولت في اوت دلوقتي عشان بس احط لك مكانه الار اوت، ممكن يبقى الفي اوت اصلا ما بين الكوليكتور والاميتر، احنا مش مهتمين بالكلام ده دلوقتي. المهم الاميتر هيبقى متوصل بقى المره دي، الاميتر في منه مقاومه على الجراوند، فالاميتر مش متوصل بالجراوند، لا ده في مقاومه ار اي ما بين الاميتر والجراوند. فالار باي هي ما بين البيز والاميتر، الكرنت سورس والار اوت دول ما بين الكوليكتور وما بين مين؟ ما بين الكوليكتور والاميتر. طب حلو جدا، دلوقتي انا لو بصيت من عند البيز هشوف ايه؟ هقول لك المقاومه دي لازم تطلع لفوق، يعني الار باي دي اصلا كانت ناتجه ان كان في هنا في ار اميتر، والار اميتر دي ضربت في 1 زائد بيتا طلعت لك فوق ار باي، كان هي مقاومه واحده زي ما قلت لك، يا اما تحطها هنا ار اميتر يا اما تحطها هنا ار باي. انا لو باصص هنا انا شايف هنا ار اميتر، لو باصص من هنا شايفها ان هي طلعت فوق ار باي. فانت عايز تبص عند البيز، فانت لازم تطلع كل المقاومات عند البيز، فالمقاومه اللي عند الاميتر دي لازم تطلعها عند البيز، فانت لازم تضربها في 1 زائد بيتا، فانت لازم تغير الشكل بتاعك تخليه كده ان ده البيز ودي ار باي، ودي عباره عن الار اميتر مضروبه في 1 زائد بيتا، عشان دلوقتي يبقى الاميتر بقى المره دي متوصل بالجراوند، لان انا خلاص طلعت المقاومه اللي كانت عند الاميتر طلعتها عند البيز. طبعا دي الار باي عليها فولت في باي، وادي كده الاي بيز. و المره دي لما اجي بقى ابص عند البيز انا شايف الاثنين دول سيريز مع بعض. طبعا هنا بقى هيبقى الكوليكتور بتاعك زي ما هو ما اتغيرش، والار اوت بتاعتك الدنيا تمام. انت شايف هنا ايه؟ شايف ان الار انبوت عند البيز هي عباره عن الار باي زائد الار اميتر في 1 زائد بيتا. طبعا عارفين ان الار باي دي اللي هي مين؟ اللي هي الار اميتر سمول 1 زائد بيتا. لو كنا ناخد 1 زائد بيتا عامل مشترك يبقى الار اميتر كابيتال زائد الار اميتر سمول في 1 زائد بيتا. كاني كان عندي ايه؟ كاني عندي هنا الار اميتر سمول بتاعت الترانزستور اللي موجود عند الاميتر سيريز مع الار اي كابيتال، الاثنين دول هيتجمعوا سيريز بعد كده يضربوا في 1 زائد بيتا عشان يطلعوا فوق. لما يطلعوا فوق هيبقى دي كده المقاومه اللي انا شايفها عند البيز. فديك عرفت اهو ازاي تحسب الايكويفالنت امبيدنس عند البيز بقى في مقاومه هنا بمجرد النظر. هل ممكن تجيب؟ اقول لك انا بص هنا عند البيز فانا عارف ان هنا في ار باي، الار باي دي هتتجمع على المقاومه دي بس لما تطلع فوق، فدي عشان تطلع فوق هتضرب في 1 زائد بيتا، فالار اي هتطلع فوق هتضرب في 1 زائد بيتا هتتجمع على الار باي اللي هي اصلا عند البيز. يبقى انا كده بمجرد النظر غير ما ارسم الايكويفالنت باي موديل بتاع الترانزستور اقدر اقول لك ان الايكويفالنت امبيدنس اللي انا شايفها عند البيز هي عباره عن الار باي زائد الار اميتر دي في 1 زائد بيتا عشان تطلع فوق. طب الار اوتبوت المره دي بقى ايه الايكويفالنت امبيدنس عند الكوليكتور؟ بيفترض ان الكوليكتور اوتبوت ايه الايكويفالنت امبيدنس عند الكوليكتور؟ دي كده ويدلر. فاكر الار اوتبوت بتاعت ويدلر اللي احنا كنا بنحفظها عشان الاناليسز مش علينا؟ فاكر الار اوت بتاعت ويدلر؟ فانت المره دي لما تيجي تبص وتلاقي ان الاميتر مش متوصل على الجراوند، ده الاميتر متوصل مع مقاومه ار اميتر على الجراوند. لو كان الاميتر متوصل على الجراوند زي السيمبل كارنت سورس او الامبروفد
كرنت سورس كنا بنقول ان الار اوتبوت بار نود زي ما عملنا من شويه. كانت الار اوتبوت بالار نود سمول، ان انا لما هبص اشوف دي لوحدها. بس المره دي لا، ده المره دي في مقاومه هنا على الجراوند، فانا لما اجي ابص عند الار اوتبوت ده شايف دي وشايف افكت بتاع دي. ففي اناليسز عشان تحسب الار اوتبوت، في اناليسز عشان تحسب ايه الار اوتبوت، لكن مش عليك الار اوتبوت بتاع تويدلر. فبالتالي انت لو جات لك حاجه زي كده ان هي هتجي لك في وسط المساله، فانت هتحط قانون ويدلر على طول. ليه بقول لك ويدلر؟ لان انا ببص عند الكوليكتور وشايف مقاومه متوصله بالاميتر بتاع بالاميتر، فالاميتر مش متوصل بالجراوند، لا ده في مقاومه متوصله بين الاميتر والجراوند. فدي كانت ويدلر، ان هو كان بيحط لك مقاومه بين الاميتر والجراوند. فبالتالي لما انت تيجي تبص على الكوليكتور وتحسب الار اوتبوت مش هتلاقيها بار اوتبوت سمول. ما انت كنت بتلاقي ان الار اوتبوت بايه؟ بالقانون كده كنا بنحفظه اللي هو ايه؟ الار اوتبوت هي كانت ار اوتبوت سمول مضروبه في 1 زائد جي ام في الار باي بتاعت الترانزستور دوت. طبعا ده الجي ام بتاع الترانزستور ده بارل مع المقاومه اللي عند الاميتر اللي هي الار اميتر. فالحته دي مهمه وهنحتاجها في وسط المسائل، ان انا دلوقتي لما ابص عند البيز انا شايف الار باي وشايف الار اميتر دي لما تطلع فوق السيريز معاها، اللي هو ار باي زائد الار اميتر في 1 زائد بيتا. فبقت ار باي زائد الار اميتر دي في 1 زائد بيتا. طب لما اجي ابص عند الكوليكتور دي كده بقت ويدلر. لما كان الكوليكتور لما كان الاميتر متوصل بالجراوند واجي ابص عند الار اوت كنت مهتم باللي عند البيز، لكن المره دي الار اوت مش متوصل عند الجراوند. عشان لما اجي ابص اقول لك انا شايف الار اوت بس زي كده السيمبل كارنت سورس او الميرور كارنت سورس او الامبروفد كارنت سورس، المره دي الاميتر متوصل بمقاومه على الجراوند. فبعد الاناليسز لقينا ان الار اوت بتاعت ويدلر، لان دي كده بتمثل الار اوتبوت هنا في الحاله دي اللي هي الار الايكوفالنت امبيدنس عند الكوليكتور، هي الار اوتبوت بتاعت ويدلر، كانت بتمثل الار اوتبوت سمول مضروبه في 1 زائد جي ام بتاع الترانزستور دوت. عشان انت هتلاقي ترانزستورز كتيره فتبقى واخد بالك انت بتعوض بالجي ام بتاعت الترانزستور ده، في الار باي بتاع الترانزستور ده بارل مع المقاومه بتاعت الاميتر. خد الاثنين بارل ضربهم في الجي ام اجمعهم على 1 اضربهم في الار اوتبوت. يبقى انا كده حسبت مين؟ حسبت الار اوتبوت كابيتال بتاعت الار اوتبوت كابيتال بتاعت الترانزستور ده لما اجي ابص عند الكوليكتور، او الايكوفالنت امبيدنس لما اجي ابص عند الكوليكتور. الحاجات دي كلها هنحتاجها في وسط المسائل فلازم تبقى عارفها كويس. طيب ده كلام جميل. طب هنا انا قلت لك لما تيجي تبص عند البيز فانت شايف الار باي او اللي هي الار اميتر مضروب في 1 زائد بيتا، مع الار باي دي اللي هي الار اميتر اللي كانت هنا وطلعت فوق عن طريق اضربت 1 زائد بيتا فادت لك الار باي. فاصلا الار باي هي الار اميتر في 1 زائد بيتا. طب ولما تيجي لما تبص هنا فلما اجي ابص عند الكوليكتور والاميتر متوصل بالجراوند فدي مش ويدلر، فكنت ببقى شايف ار نود. خلاص مش محتاج بقى ارسم الباي موديل عشان اعرف ان هي ار نود، الكلام ده بقيت فاهمه عشان بمجرد النظر مش هيبقى في وقت، فعايز بمجرد النظر اعرف حاجه زي كده. طب لو جيت بصيت عند الاميتر ايه الايكوفالنت اللي انا شايفه؟ لو انا سميتها مثلا ار انبوت عند الاميتر، لو انا جيت بصيت عند الاميتر ايه الايكوفالنت امبيدنس اللي انا شايفه؟ ليه؟ اصل في بعض المسائل انا محتاج اعمل كده، محتاج عشان اعرف احسب الار انبوت التوتال ان انا اجي احسب الار ايكوفالنت اللي انا شايفها عند الاميتر ترانزستور معين. فهتشوف في المسائل ان حاجه زي كده بقى محتاج اعرفها، ان انا مثلا في ترانزستور زي ده عايز اشوف الايكوفالنت لو انا جيت بصيت عند الاميتر. بقول لك فالايكوفالنت لو انت جيت بصيت عند الاميتر ليه الار اميتر سمول اللي هي موجوده هنا، او اقدر اقول ان انا هاخد الار باي اللي هي هنا اقسمها على 1 زائد بيتا. اقول لك ماشي، ما اصلا الار اميتر سمول هي الار باي على 1 زائد بيتا، ما قلت لك هي واحده، هي مقاومه واحده بس انا ممكن اشوفها من هنا او اشوفها من هنا. فلو شفتها من هنا هي ار اميتر، لو شفتها من هنا هي ار اميتر في 1 زائد بيتا اللي انا بسميها ار باي. ممكن اقول انا شايف ان ار اميتر او شايف الار باي مقسوم على 1 زائد بيتا، كان ار باي هنا ونقلتها هنا عن طريق ان قسمتها على 1 زائد بيتا، او شايف ار اميتر هنا. طب لو اجي انا ببص هنا فشايف الار اميتر دي مضروب في 1 زائد بيتا عشان انقلها هنا اللي هي تبقى اسمها ار باي، فعلى حسب انت باصص منين. فلو بصيت من ناحيه الاميتر فالايكوفالنت امبيدنس اللي انا شايفها لكل الترانزستور دوت هي ار اميتر سمول، اللي هي الار باي اللي هنا مقسوم على 1 زائد بيتا عشان تبقى ار اميتر سمول. اعوض بدي اعوض بدي، الاثنين صح، الاثنين ايه؟ الاثنين صح. طيب تعال نغير الديزاين شويه.
لو انا عندي هنا مقاومة ار اكس، فايه الار انبوت اللي انا اشوفها هنا، وايه هي الار اوتبوت اللي انا هشوفها هنا. هقول لك الار انبوت اللي انا هشوفها هنا انا شايف ايه، هقول لك الايميتر متوصل بالجراوند. فالار انبوت اللي انا هشوفها هنا هي الار باي اللي هي اوريدي موجوده هنا سيريز مع الار اكس. فالار انبوت اللي انا هشوفها عند البيز هي الار باي اللي هي هنا، اللي هي اصلا ار ايميتر في 1 زائد بيتا، اكتبها براحتك كده او كده. فاللي هي الار باي اللي هي هنا، اللي هي ار ايميتر في 1 زائد بيتا بلس الار اكس بلس مين؟ بلس الار اكس. الار انبوت اللي هنا هي عباره عن الار اكس دي بلس الار باي دي اللي هي الار انبوت مضروب في 1 زائد بيتا. الار اللي اقصد اللي هي الار ايميتر مضروب في 1 زائد بيتا اللي هي الار باي دي. طب ايه الار اوت اللي انا شايفها هنا؟ خلاص ماليش علاقه باللي هنا بقى خالص، انت عارف ان انت وانت بتبص هنا انت ليك علاقه بالايميتر متوصل بالجراوند ولا لا. فالار اوت اللي انا شايفها دلوقتي هي ار اوت سمول. تمام؟ طب كويس جدا. طب لو انا عندي الديزاين بالشكل ده، هو نفس الديزاين اللي فات بالظبط، نفس الديزاين اللي فات بالظبط، بس المره دي انا باصص هنا وباصص هنا، بقول لك ماشي الار اوتبوت بار اوتبوت سمول، خلصت. ما هو الايميتر متوصل بالجراوند. طب المره دي الار انبوت بقى، انا لما كنت ببص هنا كنت شايف الار اكس دي بلس الار ايميتر اللي هي اتضربت في 1 زائد بيتا وطلعت فوق اللي هي الار باي، كنت شايف هنا الار باي اللي هنا بلس الار اكس. طب وانا بص عند الايميتر انا شايف الار ايميتر اللي هنا، اللي انا ممكن اشيلها واحط مكانها الار باي دي اتقسمت على 1 زائد بيتا براحتك الاثنين واحد. فانا شايف بص هنا شايف ار ايميتر سمول اللي هي ار باي هنا مقسومه على 1 زائد بيتا بلس، شايف المقاومه دي عايزه تنزل لي عند الايميتر، عايز المقاومه دي تنزل لي عند الايميتر. فاروح اعمل ايه؟ فاروح واخد الار اكس دي واقسمها على 1 زائد بيتا. فممكن اقول دي كمان هي ار باي على 1 زائد بيتا، فكانها ار باي زائد ار اكس على 1 زائد بيتا، كاني خدت الار اكس دي جمعت عليها الار باي اللي هنا خدتهم هما الاثنين، حصل السمشن بتاعه اللي هو السيريز قسمته على 1 زائد بيتا عشان انقله هنا. فهبقى شايف الار ايميتر زائد الار اكس على 1 زائد بيتا عشان انقلها هنا، او الار باي زائد الار اكس على 1 زائد بيتا، الاثنين واحد. الاثنين ايه؟ الاثنين هيبقوا واحد. طيب ده هياخد ديزاين مختلف، الحاجات دي كلها هنحتاجها لو انت فاهمك كويس هتعرف تحل مسألة الار انبوت والار اوتبوت بسهولة، تعرف تحسب الار انبوت والار اوتبوت للانبوت ستيج او الجين ستيج او الاوت ستيج بكل سهولة. طيب لو كان بقى الديزاين بتاعي بالشكل ده، ان هنا ادي الار اميتر ودي الار اكس، في المرة دي هنا في مقاومة وهنا في مقاومة، وعايز ان انا احسب الار انبوت عند كل واحده فيهم، عايز احسب الار انبوت هنا واحسب برضو الار انبوت هنا اسميه ار انبوت داش مثلا، وعايز احسب الار اوتبوت هنا. طبعا هي دي برضو ار انبوت، بس عشان انا زي ما قلت بعتبر ان الكوليكتور هو الاوتبوت بتاعي وده الانبوت بتاعي، فاسمي دي ار انبوت دي ار اوتبوت. بس اللي انا برضو عايز احسبه هنا هو الانبوت امبيدنس الايكويفالنت عند الكوليكتور او اللي الكوليكتور شايفه. فواحدة واحدة لما نيجي نحسب الار انبوت دي انا شايف ايه؟ انا شايف الار اكس دي وشايف معاها سيريز الار باي دي وشايف معاها سيريز الار اميتر لما تطلع عند البيز، يعني لما تضرب في 1 زائد بيتا. فانا شايف ار اكس زائد ار باي زائد الار اميتر دي بس تطلع عند البيز اللي هو تبقى ار اميتر مضروب في 1 زائد بيتا. لان انت عارف الكلام ده انت فاهمه، انت قلت لك لما تيجي ترسم الباي موديل فانت هيبقى عندك من البيز للإيميتر انت في مقاومه ار اكس ومقاومه ار باي سمول اللي هي ما بين البيز والإيميتر، فيبقى عندك ار اكس في الاول و بعد كده هيبقى عندك لا بس مش كده، هيبقى اول حاجه ده مثلا الفي انبوت بتاعتك، الفي انبوت دي معديه على مقاومه ار اكس، بعد كده ادي البيز، البيز بتاعك في منه مقاومة ار باي اللي هي ما بين البيز وما بين الاميتر. بعد كده بقى انت عندك من الاميتر للجراوند في اللي هي الار اميتر، وانت باصص هنا باصص مش عند البيز، انت باصص من قبل البيز كمان، باصص اللي هو هنا هيبقى داخل الفي انبوت بتاعك. فانت هتبقى شايف الار اكس سيريز مع الار باي والاثنين ماشي فيهم الاي بيز،
بس دي محتاج تطلع فوق، فمحتاج تضرب واحد زي البيت عشان تبقى سيريز معاهم هما الاثنين، يبقى الاميتر متوصل بالجراوند. فده عبارة عن ال ار اكس زائد ال ار باي اللي هي هنا للتسهيل، عشان مجرد ما اوصل خلاص انا فهمت، يبقى ار اكس بلس ار باي بلس ال ار اميتر دي متضرب واحد زي البيت عشان تطلع لي. حلو جدا. فدي كده الار انبوت اللي انا هبقى شايفها عند البيز، دي الار انبوت اللي انا هبقى شايفها عند البيز. طب حلو قوي. طب الار اوتبوت خلاص، ما دي ويدلر، انا ماليش علاقه باللي هنا اصلا، ده ار اوتبوت هبوص عند الكوليكتور، والاميتر في مقاومه مش متوصل بالجراوند. لو كان متوصل بالجراوند كنت قلت لك ان الار اوتبوت هي الار اوتبوت سمول، لكن هنا الار اوتبوت هي عباره عن الار اوتبوت سمول مضروبه في 1 زائد الجي ام في الار باي برل مع الار اميتر اللي متوصله عند الاميتر. يبقى ار اوتبوت سمول في 1 زائد الجي ام في الار باي برل مع الار اميتر ايه اللي هي المقاومه اللي متوصله عند الاميتر. طب الار انبوت داش بقى اللي هو المقاومة الإيكوفالنت اللي أنا شايفها عند الإيميتر، أقول لك أه، تعالى نشوف. عند الإيميتر أنا هبقى شايف الآر إيميتر دي بلس، هبقى شايف هنا آر إي بلس، شايف الآر إكس دي بس لما تنزل عند الإيميتر، يعني لما تتقسم على واحد زائد زائد آر إكس على واحد زائد، فدي كده الايكوفالنت امبيدنس اللي هشوفها هنا، اللي هشوفها عند النقطه دي، ما اقصدش عند الاميتر اللي هو اقصد هنا، لا انا اقصد هنا لو اللي هشوفها من تحت هنا. فهشوف الار اميتر كابيتال، واشوف الار اميتر سمول، واشوف الار اكس دي بس لما تنزل لهم، لما ايه تتقسم على واحد زائد بيتا وتنزل لهم، لما تتقسم على واحد زائد بيتا ايه وتنزل لهم. تمام. طيب تعالى برضو ناخد اخر واحده فيهم كده قبل ما نخش بقى نحسب الانبوت ستيج، الانبوت ريزيستنس والاوتبوت ريزيستنس بتاعه الانبوت ستيج. ناخد ايه اخر ديزاين اللي هو ده، ده كده كيو 2 وده كده كيو 1 و دي كده الار انبوت اللي انا عايز احسبها هنا، وطبعا ده هو ان بي ان ترانزستور وده بي ام بي ترانزستور، ده ان بي ان وده بي ام بي. فازاي احسب الايكوفالنت امبيدنس عند البيز بتاع الكيو 1، ازاي اشوف الار انبوت عند البيز بتاع الكيو 1؟ اول حاجه انا محتاج احسب الايكوفالنت امبيدنس هنا اللي انا هسميها ار. ليه؟ اقول لك عشان بعد ما احسب الار انا اقدر اقول يعني لسه انا هحسب الايكوفالنت امبيدنس هنا، لسه هحسب لو لسه حاسب الايكوفالنت امبيدنس عند الاميتر، عشان كده كنت من شويه بعلمك ازاي تبص عند الاميتر وتحسب الايكوفالنت امبيدنس عشان حاجه زي كده واللي احنا اوريدي هنا قابلها. فانا هنا عشان احسب الار انبوت هنا فانا لازم احسب الايكوفالنت امبيدنس عند الاميتر ده، بعد كده اروح ضارب الار دي في واحد زي بيتا عشان اطلعها هنا، بحيث لما تتجمع مع الار باي بتاع ترانزستور كي 1 يديني الار انبوت. فاقدر اكتب كده بضمير مستريح ان الار انبوت هي عبارة عن الار باي 1 اللي هو الار باي بتاع الترانزستور ده اللي هي موجودة هنا، سيريز معاها الايكوفالنت امبيدنس الار دي اللي انا لسه هحسبها، بعد ما احسب الار اروح ضاربها في 1 زائد بيتا عشان اطلعها هنا. فانا هحسب الار بعد كده اروح ضاربها في 1 زائد بيتا عشان اطلعها فين عشان اطلعها هنا، يبقى اقول زائد ار في 1 زائد بيتا. طب بس حط جنب البيتا دي بيتا ان عشان تقول كده ان دي بيتا بتاع الترانزستور ام بي ان، عشان هو ساعات في الامتحان يدي لك بيتا للام بي ان ترانزستور مختلف عن بيتا للام بي ان بي ترانزستور، انت بتقول له خلي بالك ان دي كده بيتا بتاعت الام بي ان ترانزستور. تمام. فده كلام جميل. اول حاجه قلت ان الار انبوت اللي انا شايفها هنا هي عباره عن الار باي 1 بلس الايكوفالنت امبيدنس هنا اللي انا لسه هحسبها عند الاميتر بتاع كيو 1 مقسومه مضروبه في 1 زي بيتا عشان اطلعها لفوق. يبقى انا لو حسبت الايكوفالنت امبيدنس هنا في المكافاه لكل اللي تحت
ورحت ضربتها في واحد زي بيت عشان اطلعها لفوق، وجمعتها على الار باي 1 اللي هو الار باي بتاع ترانزستور بي 1، يبقى انا كده حسبت الار انبوت الايكويفالنت. ناقص لي بس ان انا احسب الار ديت بكام علشان اعوض بيها هنا، اللي هي الار المكافئه لكل اللي تحت علشان اعوض بيها هنا، ويبقى انا كده حسبت الار انبوت هنا. طيب الار بقى بتساوي ايه؟ الار اللي هنا لو انت واقف عند الاميتر بتاع كيو 2، فانت شايف زي ما قلت لك قبل كده، مش قلت لك انت لو واقف عند اميتر ترانزستور معين، فانت ايه اللي شايفه ايكويفالنت لكل اللي تحت؟ كنت رسمها لك من شويه كده لو فاكر، قلت لك انت باصص هنا عندك بيز وعندك كوليكتور، او البيز والكوليكتور، وانت باصص عند الاميتر، فانت شايف ايه ايكويفالنت لكل اللي فوق؟ قلت لك شايف الار اميتر هي الايكويفالنت لكل اللي فوق وانت باصص هنا. فنفس الكلام انا هنا باصص هنا، فانا شايف عند الاميتر بتاع كيو 2، فانا شايف كل الايكويفالنت لكيو 2 دوت هو عباره عن الار اميتر بتاع كيو 2، فالار دي هي بتساوي الار اميتر بتاع كيو 2 اللي هي الار باي بتاع كيو 2 مقسومه على 1 زائد بيتا، لان انا لو بنقل من البيز للاميتر بقسم على 1 زائد بيتا، بنقل من الاميتر للبيز بضرب في 1 زائد بيتا، فده ايكويفالنت الار باي 2 مقسومة على 1 زائد بيتا، بس بيتا بي، بيتا بتاع ترانزستور بي ام بي ان، بي ام بي اقصد مش ام بي ان، بي ام بي. فتاني انا قلت لك خلاص انا اللي شايفه عند الار انبوت، انا شايف الار باي 1 سيريز معاها الار دي مضروبه في 1 زائد بيتا، هننقلها من الامبيتر للبيز، طبعا ضربتها في 1 زائد بيتا ان عشان ده ترانزستور ام بي ان. وايه اللي انا شايفه هنا عند الار؟ انا هنا عند الار انا باصص شايف ترانزستور كيو 2 وباصص عند الامبيتر بتاعه، فبالتالي هبقى شايف الايكويفالنت كل اللي تحت ده هو عباره عن الار اميتر بتاع كيو 2 اللي هو عباره عن الار باي 2 دي مقسومه على 1 زائد بيتا، اللي ار باي 2 مقسومه على 1 زائد بيتا، بس المره دي بيتا بتاع الترانزستور بي ام بي ان، بي ام بي اقصد. فبالتالي هتبقى الار انبوت الايكويفالنت هي عباره عن الار باي 1 زائد كنا بنقول ار 1 زائد بيتا ان، فانا هشيل بقى الار ديت واحط مكانها الايكويفالنت ليها، كنا بنقول ار في 1 زائد بيتا ان. يبقى الار، الار ده الايكوفلنت ليه اللي هو ار باي 2 على 1 زائد بيتا بتاع ترانزستور بي ام بي ان، بي ام بي. فبالتالي اقدر اقول ان دي كده الايكوفلنت امبيدنس، واقدر اقول ان لو كان اف البيتا بتاعه الترانزستور البي ام بي تساوي البيتا بتاعه الترانزستور الام بي ان، ساعتها الترم ده هيبقى بيساوي الترم ده وهيطيروا مع بعض، هتلاقي ان الار انبوت هي ار باي 1 زائد ار باي 2. فكانك هتبقى شايف الايكوفالنت امبيدنس هنا اللي هي الار باي 1 دي بلس الار باي 2 ديت اللي هي الار باي اللي ما بين البيز والاميتر بلس الار باي ديت، هتبقى هي دي اللي شايفها هنا ان كيس ان كان ان البيتا بتاع الترانزستور ام بي ان بتساوي البيتا بتاع الترانزستور البي ام بي. فدي هتعرفها المساله. ساعات في المسائل بيجي يقول لك مثلا ان البيتا بتاعت الام بي ان مثلا 250 والبيتا بتاعت البي ام بي مثلا 50، دلوقتي هما الاثنين بيتا مختلفين، فانت لازم تطلع القانون ده وتعوض هنا البيتا بتاعت البي ام بي وتعوض هنا بالبيتا بتاعت الام بي ان عشان تحسب الايكويفالنت انبوت ريزيستنس. او تلاقيه من مساله قايل لك ان مدي لك شويه ترانزستورز في بعضهم ام بي ان وبعضهم بي ام بي، ويقول لك احسب لي الايكويفالنت ومدي لك بيتا واحده ليهم بس، يقول لك البيتا مثلا ب 250 وسكت، فمعناه ان البيتا دي هي بيتا بتاعت كل الترانزستورز، كل ترانزستور سواء ام بي ان او بي ام بي ليهم نفس البيتا، ساعتها تروح انت مختصر وتقال ان الار انبوت تساوي 2 ار باي، وتقول ان الار انبوت بتساوي ايه؟ ار باي 1 زائد ار باي 2. طبعا الار باي 1 هتبقى عباره عن الفي ثيرمال على الاي بي 1، اللي هي ممكن اشيل الاي بي 1 دي واحط مكانها اي سي 1 على بيتا، ودي هتبقى في ثيرمال في البيتا على اي سي 2. فلو انت في المساله سواء بقى ان انت عملت دي سي اناليسز او كانت من الجيفنز ان كل ترانزستور ليه نفس الاي سي، او ان التو ترانزستورز دول ليه نفس الاي سي، ساعتها هتبقى الار باي ديت بتساوي الار باي ديت، وممكن تحط مكانهم اثنين ار باي، فالار باي ديت اللي بقى الفي ثيرمال في البيت على الاي سي اللي هي كومن للتو ترانزستور. تمام، فعلى حسب المساله، على حسب مين، على حسب المساله. طب تعالوا بقى نخش على الانبوت ستيج، ونبدا للانبوت ستيج بقى نحسب لها الحاجات اللي قلت لكم عليها اللي هي الار انبوت والار اوت والفولتج جين والترانس كوندكتنس.
تعال بقى نرسم في الاول او نشوف رسمة الانبوت ستيج ونشوف ازاي نحسب لها مين كل الحاجات دي. تمام، او نبدا هنبدا في الاول بالار انبوت، يعني نبدا الاول نحسب الار انبوت بعد كده نبدا نشوف ازاي نحسب لها باقي الحاجات. كلام جميل. فتعال بص معايا كده، دي كانت الرسمه بتاعت الانبوت ستيج اللي بقى عندك هنا في ميرور كارنت سورس، ده كان الريفرنس وده كان الاوتبوت. عندك هنا في مين، هنا كان في ويدلر كارنت سورس، ده كان الريفرنس بتاعه ده الاوتبوت. هنا كان تحت في شويه ترانزستورز. طيب فين الانبوت بتاعك في دايره الانبوت؟ اقول لك الانبوت بتاعي اهو، ده الانبوت البلس وده الانبوت الماينس. فانا في الاول عايز احسب الار انبوت. انا في الاول عايز احسب مين؟ عايز احسب الار انبوت. فانا الار انبوت المره دي خلي بالك ان الانبوت ستيج فيها ديفرنشال امبليفاير، ده كده ديفرنشال امبليفاير، كنت داخل هنا السيجنال بالموجب وهنا بالسالب، فالانبوت ستيج فيها ديفرنشال امبليفاير، فبالتالي الار انبوت اللي انت بتحسبها بيبقى اسمها ار انبوت ديفرنشال، اللي هو الار انبوت ما بين الطرف ده والطرف ده. فانا المره دي بحسب، مش بقول لك انا باجي ابص هنا واشوف الار انبوت، لا ده انا بشوف الار انبوت الايكوفالنت ما بين الطرف ده وما بين الطرف ده، لان ده ديفرنشال امبليفاير، والار انبوت اللي انا بحسبها دي اسمها ار انبوت ديفرنشال. فالديفرنشال امبليفاير بيبقى عباره عن، بيبقى موجود جوه الانبوت ستيج بتاعت الاوب امب. الديفرنشال امبليفاير بيبقى موجود جوه مين؟ الانبوت ستيج بتاعت الاوب امب. فتمام، فانت المفروض تحسب الار انبوت ديفرنشال ما بين الطرف ده والطرف ده. فكني همشي ازاي؟ كني همشي في المسار ده، ترانزستور ده وده، وبعد كده اجي اقف هنا اكمل كده ده وده. فتيجي بس وانا بحسب الار انبوت انا مهتم بالاربعه ترانزستور دول بس، لان انا عايز امشي المسار ده، الترانزستور ده والترانزستور ده، اجي اقف هنا امشي الترانزستور ده والترانزستور ده لحد ما اوصل للطرف الثاني، يبقى انا كده حسبت الار انبوت. فارسم لكم كده رسمه بقى مختصر بالشكل ده. ادي كده الكيو 1 اللي هو كان ام بي ان ترانزستور، وده كده الكيو 3 اللي هو كان بي ام بي، و ده كده اللي هو مين، ده كده اللي هو الكيو 4، ده اللي هو مين، اللي هو الكيو 4، وده الكيو 2، ده ام بي ان بي ام بي ام بي ان بي ام بي. وزي ما قلت لك عايز احسب الار الايكويفالنت ما بين الطرفين دول، ادي طرف الكيو 1 وطرف الكيو 2، الطرف ده ما بين الطرف ده، عايز احسب ما بين الطرفين دول الار انبوت ديفرنشال ما بين الطرف ده والطرف ده. يبقى انا كده حسبت الانبوت ريزيستنس للانبوت ستيج، للانبوت ستيج. يبقى الانبوت ستيج انا بس اهتميت بالاربعه ترانزستور دول عشان احسب الانبوت ريزيستنس، لان الار انبوت ريزيستنس انا هحسبها من الطرف ده للطرف ده. انا همشي المسار ده المسار ده، بعد كده اقف هنا امشي المسار ده المسار ده. طب ازاي احسب الار انبوت؟ اقول لك بص نمشيها خطوه خطوه. انا عايز احسب الار انبوت هنا اللي هو ما بين الطرف ده والطرف ده. فانا اول حاجه يعني كنا عايز احسب الار انبوت فين؟ كنا عايز احسب الار انبوت زي ما بقول لك ما بين الطرفين دول. انا كنا عايز احسب الار انبوت هنا مقارنه بالطرف ده، كان الطرف ده هو الجراوند بتاعك، وعايز تشوف الايكوفالنت امبيدنس هنا، وهتبدا تمشي من هنا لحد ما توصل له. طب تمام، انا ممكن في الاول احسب الار هنا اسميه ار 1، احسب الايكوفالنت امبيدنس لكل اللي على اليمين ده اللي هو ده وده وده لحد ما يوصلني للطرف ده، واشيل كل الكلام ده واحط مكانه ار 1، بحيث انا لو قدرت اعمل ده، لو قدرت احسب الار 1 الايكوفالنت لكل اللي على اليمين ده اللي هو ده وده وده وحطيت مكانه ار 1، فالار 1 دي هتبقى موجوده عند الايميتر بتاع كيو 1. فعشان تروح للبيز، عشان اقدر احسب بقى الار انبوت ديفرنشال، عشان تروح للبيز هتروح مضروبه في واحد زائد بيتا وتتجمع على الار باي 1، يبقى كده دي كده الار انبوت ديفرنشال. يبقى انا اول حاجه الار انبوت ديفرنشال بتساوي الار باي 1 الار انبوت ديفرنشال اللي هي ديت بتساوي مين؟ اقول لك بتساوي الار باي 1 اللي هي هنا تمام بلس، لو انا قدرت ان انا احسب ايكوفالنت امبيدنس اسمها ار 1 لكل اللي على اليمين، لو قدرت اعمل ده
واحسب equivalent impedance لكل العلمين. بعد ما احسبها اروح واخد ال R1 دي و ضربها في واحد زي بيت عشان اطلعها هنا، واجمع عليها ال R by 1، يبقى انا كده حسبت ال R input differential. واجمع عليها ال R by 1 يبقى انا كده حسبت مين ال R input differential. فبقول زائد واحد زائد بيتا في ال R1 اللي انا عايز احسبه. طب ال R1 احسبها ازاي؟ هقولك بص، انا لو قدرت احسب ال R2 عند النقطة دي لكل العالمين، لو عرفت، فال R2 دي هتبقى موجودة في البيز بتاع ترانزستور Q3، فاعمل ايه ساعتها؟ هروح واخد ال R2 دي اقسمها على واحد زائد بيتا. طبعا خلي بالك احنا عشان بس نبقى مميز، هنا انا عندي NPN ترانزستور وPNP ترانزستور، فاللي فوق ده كان NPN، فعشان كده هنا هتروح اروح كاتب N بس عند البيتا دي. اروح بس كاتب مين؟ اروح بس كاتب N عند البيتا دي، اقول دي كده ان هي بيتا بتاعت NPN ترانزستور. ف زي ما قلت لك R1 على واحد زي بيتا ان هيديني ال بلس ال R باي 1 هيديني R input differential. طب ال R1 دي احسبها ازاي؟ زي ما قلت لك انا لو قدرت ان احسب ال R2 لكل الترانزستورز اللي على اليمين اللي هو ده وده لحد ما اوصل للنقطة الثانية، انا عايز احسب ال R input مقارنة بيها، عايز احسب ال R input مقارنة بيها، عشان لو حسبت ال R input بين الطرفين دول كأن دي هي الجراوند بتاع النقطة دي. فلو قدرت احسب الار 2 هروح واخد الار 2 دي اللي هي عند البيز، اروح بقى اقسمها على واحد زي بيتا عشان انقلها للاميتر عشان يديني ار 1. بس هجمع عليها مين؟ هجمع عليها برضو الار اميتر 3 اللي هو الار اميتر سمول بتاع ترانزستور كيو 3 اللي هتبقى موجوده هنا برضو. فاقدر اقول ان الار 1 ديت هي عباره عن الار اميتر 3 اللي موجود هنا، اللي ممكن نقول ان هي ال R باي 3 مقسوم على واحد زي بيتا برضو بلس ال R2 مقسوم على واحد زي بيتا. فاقدر اكتبها كده اقول ان ال R1 دي عبارة عن ال R emitter 3 بلس ال R2 دي هروح محول ناحية الاميتر عن طريق ان اقسم على واحد زي بيتا. او من الاول اقول ان هنا في R باي 3 وهنا في R2 اللي انا عايز احسبها equivalent لكل اللي على اليمين، وهنا في R باي 3 اللي هي ال R باي بتاع ترانزستور كيو 3، وفي الار 2 اللي انا عايز احسبها ايكويفالنت لكل اللي على اليمين، اروح جمعهم وقاسم حاصل الجمع على واحد زائد بيتا، ويبقى انا كده نقلته عند الامبيتر وده ايكويفالنت الار 1. فمعيش تنقلهم واحده واحده بعد كده تجمعهم اوكي، عايز تجمعهم في الاول بعد كده تسمع واحد زائد بيتا وتنقلهم اوكي، الاثنين هيدوك نفس الحاجه. فاقول يبقى الار 1 هي عباره عن الار باي 3 اللي هنا مقسوم على واحد زائد بيتا، انا كنت مسميها ار 1 اللي هي ال R by 3 مقسومة على 1 زائد بيتا، أنا بيتا طبعا بيتا بي اللي هو ترانزستور بي ام بي، زائد ال R2 برضه مقسومة على 1 زائد بيتا، اللي هي ال R2 اللي أنا هحسبها equivalent دي برضه مقسومة على 1 زائد بيتا عشان انقلها، بيبقى حاصل جمع الاثنين اللي اتنقلوا دول اللي هو ال R by 3 على 1 زائد بيتا وال R2 على 1 زائد بيتا، حاصل جمعهم هو ده كده R1. يبقى انا ناقص احسب الار 2 عشان اعوض بيها هنا، بعد كده اخد الناتج ده اعوض بيه هنا، بعد كده اخد الناتج ده اعوض بيه هنا، يبقى انا كده حسبت الار انبوت ديفرنشال بتاعت الانبوت ستيج بتاعت الاوب ام. اقول لك سليم. طب ازاي احسب الار 2؟ ازاي بقى احسب الار 2؟ انا شايف هنا في الار 2 الار باي 4 اللي هي الار باي بتاع ترانزستور كيو 4، وشايف الار اميتر 2 اللي هنا، بس طبعا اللي هي الار اميتر اللي هنا، الار اميتر 2 اقصد اللي هنا مضروبة في واحد زائد بيتا عشان تتنقل هنا، عشان تتنقل من الاميتر للبيز بتضرب واحد زائد بيتا، طبعا هتبقى بيتا مين؟ بيتا بي. فانا شايف ايه؟ انا شايف هنا عند نقطة الار 2 دي شايف الار باي 4 لكنها الار اميتر 4 مضروب واحد زائد بيتا، او اكتب ار 4 ار باي 4 عادي، بنقول ان هي ار اميتر 4 مضروب واحد زائد بيتا بي اللي هتبقى ار باي 4 بلس، كمان ان انا شايف معاها ار اميتر 2، ار اميتر 2 دي هتبقى مضروبه في 1 زائد بيتا بيتا برضه عشان تتنقل هنا،
انا شايف كده، شايف الار 2 شايف فيها ار باي 4 اللي هي كانت ار امتر 4، اكن كان عندي اكن كان عندي ار امتر 4 سيريز مع ار امتر 2، والاثنين ضربوا في 1 زي بيتا عشان اثنين هنا. فالار امتر 4 لو ضرب في 1 زي بيتا تبقى ار باي 4، والار امتر 2 لو ضرب في 1 زي بيتا تبقى ار امتر 2 في 1 زي بيتا. يبقى ار باي 4 اللي هي عباره عن ار امتر 4 في 1 زي بيتا، ودي ار امتر 2 طبعا هتبقى مختلفه لان دي هتبقى بيزد على الكرنت بتاع الامتر بتاع كيو 2، دي هتبقى ار امتر 2. بس هما هنا الاثنين اصلا ليهم نفس الامتر كارنت، فتلاقي اصلا ليهم نفس الفاليو، هما ليهم نفس الامتر كارنت، بس طبعا البيتا بتاعت كل واحده فيهم مختلفه يعني، بس هو الامتر كارنت فيهم ماشي نفس الامتر يعني. فتلاقي ان الار امتر واحده، بس الار باي هتختلف بقى لو كانت البيتا بتاعت الام بي ان مختلفه عن الام بي ان عن البي ام بي يعني. فالار امتر 2 دي لو انا عايز احطها حاجه بدلاله الار باي هعمل ايه؟ طبعا اكس ناقص اتلخبط، هي هتبقى زي ما قلت لك ار باي 4 اللي هي اللي هنا زائد الار امتر 4 مضروبه في مضروبه في 1 زي بيتا، اللي هي مش ار امتر 4 اصلا، ار امتر 2 مضروبه في 1 زي بيتا. نقلت ار امتر 2 ار امتر 4 في 1 زي بيتا اديتني ار باي 4، دي هتبقى عباره عن ار امتر 2 في 1 زي بيتا بي، لان ديت هتضرب في 1 زي بيتا بتاع ترانزستور بي ام بي. طب ممكن اشيلها واحط مكانها تاني، احط مكانها ار باي 4 زائد ار امتر 2، مش ار امتر 2 هي عباره عن ار باي 2 مقسومه بقى على 1 زي بيتا عشان ننقلها للامتر، تبقى ار باي 2 على 1 زي بيتا، واحنا اصلا عارفين القانون ده ان الار امتر هي الار باي على 1 زي بيتا. بس انا بيتا بقى بيتا 2 لان بيتا ان اقصد، لان الترانزستور كيو 2 هو ام بي ان، هو ام بي ان، فاخد الار باي بتاعته لو قسمتها على 1 زي بيتا ان هيديني الار امتر 2، لان انا عايز اخلي الايكويشنز كلها فانكشن في الار باي، عشان كده عملت كده. شلت الار امتر 2 دي حطيت مكان ار باي 2 على 1 زي بيتا ان، الكلام ده ضربته في 1 زي بيتا بي. فيبقى انا كده مشيت الموضوع بالعكس، هبدا دلوقتي اجمع، انا مشيت الموضوع بس جاست بالعكس، عايز احسب الار انبوت ديفرنشال هنا، فرحت حسبت ايه؟ رحت حسبت في الاول الار 1 هنا اللي هو الار الايكوفيلنت الكل على اليمين، بحيث لما اضربها في 1 زي بيتا واجمعها على الار باي 1 اللي هو ار باي 1 اللي هنا بلس الار 1 دي في 1 زي بيتا، يبقى انا كده جبت الار انبوت ديفرنشال طبعا بيتا ان. طيب وبعدين الار 1 دي عباره عن ايه؟ عباره عن الار امتر بتاع كيو 3، او مش هسميه بقى ار امتر 3، ممكن اسميه ار باي 3 على 1 زي عشان نقلهم البيز ليميتر على 1 زي بيتا بي، بلس الار 2 اللي هي هتبقى ايكوفالنت لكل اللي على اليمين لسه هحسبها برضه مقسوم على 1 زي بيتا بي. طب الار 2 دي عشان بقى احسبها اقعد بيها هنا، عشان بعد كده اقعد بيها هنا احسبها ازاي؟ هقول لك الار الار 2 هي عباره عن الار باي 4 اللي هي كانت ار امتر 4 في 1 زي بيتا بي ار باي 4 زائد، لو انا باصص هنا ايه اللي شايفه ايكوفالنت لكل اللي على اليمين ده؟ لو انا واقف هنا اللي شايفه ايكوفالنت لكل اللي على اليمين زي ما قلت لك من شويه باصص على الاميتر، فاللي شايفه ايكوفالنت لكل الترانزستور هو ار امتر، رسمت لك من شويه الشكل ده اللي هو قلت لك باصص هنا عند الاميتر اللي هو باصص هنا عشان احسب هنا ايكوفالنت ريزيستنس، فانا شايف ار امتر اللي هي ار امتر 2 اللي هي ار باي 2 مقسوم على 1 زي بيتا ان، فانا لما ببص هنا انا شايف ار امتر 2 ايكوفالنت لكل الترانزستور كيو 2 اللي فوق، فاخد ار امتر 2 اللي هي ار باي 2 على 1 زي بيتا ان، اروح اضربها في 1 زي بيتا بي عشان انقلها من الاميتر بتاع كيو 4 هو دي لي البيز بتاع كيو 4، فاضربه في 1 زي بيتا بي. تمام، يبقى انا كده بقى معايا مين؟ بقى معايا ار 2. طب عوض بقى كده بار 2 جوه ار 1، يبقى ار 1 ايه؟ ار 1 عباره عن ار باي 3 على 1 زائد بيتا بي زائد ار 2 مقسوم على 1 زائد بيتا بي، فار 2 هي عباره عن الكلام ده، فاخد كل اليمنت في ار 2 اقسمها على 1 زائد بيتا بي، فاخد ار باي 4 دي اقسمها على 1 زائد بيتا بي بلس اخد الار باي 2 اقسمها على 1 زائد بيتا بي، وهي اصلا اوريدي مقسومه على 1 زائد بيتا ان وكانت مضروبه في 1 زائد بيتا بي.
خدت الار 2 اللي عباره عن الترمين، اللي عباره عن الترمين دول، خدت كل اليمنت في ار 2 قسمته لواحد زي بيتا بي، فبقت ار باي 4. فدي كانت اول حاجه ار باي 3 على واحد زي بيتا بي زائد ار 2 اللي هي ديت بقى قسمته لواحد زي بيتا بي. فخدت الار باي 4 قسمته لواحد زي بيتا بي، خدت الار باي 2 في واحد زي بيتا بي على واحد زي بيتا ان قسمته لواحد زي بيتا بي، فبقت ار باي 2 في واحد زي بيتا بي على واحد زي بيتا ان، رحت قسمته على واحد زي بيتا بي، فبقى حطيت في المقام واحد زي بيتا بي. فتلاقي اصلا ده طار معنا، فيبقى لك ان الار واحد اللي انا هعوض بيها دلوقتي هتبقى عباره عن ار باي 3 على واحد زي بيتا بي زائد ار باي 4 على واحد زي بيتا بي زائد ار باي 2 على واحد زائد بيتا ان زائد ار باي 2 على واحد زائد بيتا ان، تمام؟ اللي هي دي، تمام؟ يعني ده طور مع ده، تمام؟ طب ادي كده حسبت الار 1، المفروض الار 1 دي بقى اضربها في واحد زي بيتا ان واجمع عليها الار باي 1 عشان ابقى حسبت الار انبوت ديفرنشال. فاخد الار 1، هاخد كل المنت في الار 1 اضربه في واحد زي بيتا ان، فانا هاخد الار 1 اللي حسبتها دي اقعد بيها هنا بقى. طب الار انبوت ديفرنشال اللي انا عايز احسبها اللي هي الانبوت ريزيستنس بتاعت للانبوت ريزيستنس بتاعت مين؟ بتاعت الانبوت ستيج بتساوي ار باي 1 زائد ان انا باخد بقى كل اليمنت في الار 1 اضربه في واحد زائد بيتا، فاخد الاليمنت الاولاني ده اضربه في واحد زائد بيتا ان ناقصه، يبقى ار باي 3 على واحد زائد بيتا بي في واحد زائد بيتا ان زائد ار باي 4 على واحد زائد بيتا بي في واحد زائد بيتا ان زائد ار باي 2 على واحد زائد بيتا ان في واحد زائد بيتا ان. انا خدت كل اليمنت دول ضربت واحد زائد بيتا ان، فده طبعا هيطير مع ده، فيبقى لك ان الار باي 2 لوحدها والار باي 1 لوحدها، فتبقى الار انبوت ديفرنشال بتساوي ار باي 1 زائد ار باي 2 زائد ار باي 3 على واحد زائد بيتا بي مضروبه في واحد زائد بيتا ان زائد ار باي ار باي 4 مقسوم على واحد زائد بيتا بي مضروبه في واحد زائد مين بيتا بي، تمام؟ فانت دلوقتي هتلاقي ايه؟ هتلاقي ان لو البيتا لو البيتا بتاعت البي ام بي ترانزستور بتساوي البيتا بتاعت الام بي ان، ساعتها ده هيطير مع ده وده هيطير مع ده، لانه لو البيتا بتاعت البي ام بي بتساوي البيتا بتاع الام بي ان ده هيطير مع ده وده هيطير مع ده. فتلاقي ان الار انبوت ديفرنشال عباره عن ار باي 1 زائد ار باي 2 زائد ار باي 3 زائد ار باي 4، ده ان كان البي ام بي ده البيتا بتاعته زي البيتا بتاع ده والبيتا بتاع ده زي البيتا بتاع ده. فتلاقي ان الار انبوت ديفرنشال انت شايفها هنا عباره عن ار باي 1 اللي هي اللي هنا زائد ار باي 2 اللي هي اللي هنا، لكن دول هم اللي كانوا مقسومين على واحد زائد بيتا ومضروبين في واحد زائد بيتا، بس البيتا كانت مختلفه. فلو البيتا بتاعت البي ام بي اللي هو ده وده زي البيتا بتاعت الام بي ان اللي هو ده وده، هتلاقي ان الار انبوت ديفرنشال اللي انت شايفها هنا هي الار باي 1 زائد الار باي 2 زائد الار باي 3 زائد الار باي 4 اللي هم حاصل جمعهم هم الار باي 1 ار باي 2 ار باي 3 ار باي 4. بس انت لازم تمشي كده، وفي الاخر بقى لو انت لقيته في المساله مديلك نفس البيتا اعمل الاختصار ده، وفي الاخر هيبقى الار انبوت ديفرنشال بتاعتك هتبقى حاصل جمع الاربعه مين؟ اربعه. طبعا بقى ان كيس ان كان هو قايل لك المساله او انت حسبتها من الدي سي اناليسز ولقيت ان هو الكرنس بتاعتهم واحده، يعني الاي بيز بتاعتهم واحده او الاي سي بتاعتهم واحده والبيتا واحده، معناها ان الاي بيز واحده، ساعتها تبقى ار باي 1 بتساوي ار باي 2 بتساوي ار باي 3 بتساوي ار باي 4 بتساوي ار باي، تبقى الار انبوت ديفرنشال هي 4 4، فهتبقى الار انبوت ديفرنشال بتساوي ايه؟ بتساوي 4 ار باي. ده كلام جميل. يبقى احنا كده حسبنا مين؟ حسبنا الانبوت ريزيستنس بتاعت الانبوت ستيج. كده احنا حسبنا الار انبوت بتاعت مين؟ بتاعت الانبوت ستيج. طب تمام، ازاي بقى نحسب الار اوتبوت بتاعت الانبوت ستيج؟
ازاي نحسب الارك اوت بتاعه الامبلس ستيج. بص كده على الرسمه، انت فين الاوت بتاعك اصلا؟ الاوت بتاعك هنا النقطه دي، فده كده الاوت بتاعك اللي هو لو انت بص ار اوت، فانت هتبص كده، فلما تبص كده انت شايف ترانزستور كيو 6 متوصل بيه مقاومه اسمها ار 1 ار 2 اقصد، متوصل بيه مقاومه اسمها ار 2 مع الجراوند. انا ليه بقول لك جراوند؟ خلي بالك من نقطه مهمه، احنا شغالين اي سي اناليسيس. في الاي سي اناليسيس اي دي سي سورس بيبقى شورت سيركت، واي دي سي فولت بيبقى شورت سيركت، واي كرنت سورس بيبقى عباره عن اوبن سيركت. فبالتالي المقاوم البطاريه دي هتبقى عباره عن جراوند في الاي سي اناليسيس، فدي كده مش في سي سي، دي جراوند، دي كده مش سالب في سي سي، دي جراوند. ان انت في الاي سي اناليسيس تبقى اي باتري اي دي سي فولت عباره عن شورت سيركت، فانت هنا احنا شغالين اي سي اناليسيس، وطبعا اي كرنت سورس عباره عن اوبن سيركت. فطالما احنا شغالين اي سي اناليسيس، فبالنسبه لي دلوقتي البطاريه دي جراوند. فلما اجي ابص هنا عشان احسب الار اوت، انا شايف كيو 6 الاميتر بتاعها متوصل بالجراوند، وشايف من فوق هنا في كيو 4 وشايف هنا كيو 2، وشايف كيو 4 وشايف كيو 2. طيب فتعالى كده نرسمها. انا شايف ايه؟ انا شايف حاجه بالشكل ده، شايف كيو 2 اهو، و بعد كده كيو 4 اللي هو بي ام بي، و غير كيو 2 وكيو 4. بعد كده شايف من النقطه دي انا بحسب الار اوت، ان هو ده كده كان الاوت بتاعي. شايف هنا بعد كده بقى في ترانزستور تاني اللي هو كيو 6 اللي هو ام بي ان، متوصله بيه مقاومه ار 2 مع الجراوند، عشان انا قلت لك اي في سي سي هتبقى جراوند في الاي سي انس، فهيبقى متوصل بيه مقاومه مع مين؟ مع الجراوند. والمقاومة دي اسمها ايه؟ اسمها ار 2. طب فبالتالي انا هنا لما اجي ابص عند الار اوت، انا شايف ايه؟ اقول لك انا شايف مقاومتين بارل مع بعض، شايف المقاومة دي بارل مع المقاومة دي. فانا لو جبت ايكويفالنت للي فوق مقاومة سميتها ار اوت 4، وجبت ايكويفالنت للي تحت مقاومة سميتها ار اوت 6 نسبة لكيو 4 ونسبة لكيو 6، فهتبقى المقاومة اللي انا شايفها هنا عند الار اوت هي عبارة عن ال ار اوت 4 برل مع الار اوت 6. تاني انا الاوت بتاعي هنا، الاوت بتاعي هنا، ف رحت رسمت لك اللي تحته واللي فوقه. فبالتالي انا لو عايز اشوف الاوت هنا، فانا لو جبت الايكويفالنت امبيدنس للي تحت اللي هو كيو 6 بالمقاومه، وجبت ايكويفالنت امبيدنس للي فوق اللي هو كيو 4 وفوق كيو 2، وسميت دي كيو ار، سميت دي ار اوت 4، وسميت دي ار اوت 6، فانا لو خدت الار اوت 4 برل مع الار اوت 6 هيديني الار اوت ايكويفالنت اللي انا شايفها، وتبقى هي دي كده الاوت ريزيستنس للانبوت ستيج. طب ازاي احسب الار اوت 6 وازاي احسب الار اوت 4؟ بحسب بعد كده اخدهم برل ويبقى ده كده الار اوت. ازاي احسب دي وازاي احسب دي؟ اقول لك بسيط، اقول لك ايه؟ بسيطه جدا. اول حاجه الار اوت ست، انا شايف ايه؟ انا شايف ان انا باصص من ناحيه الكوليكتور، وشايف الاميتر مش متوصل على الجراوند، ده الاميتر متوصل بمقاومه على الجراوند. فبالتالي الار اوت ست هتبقى ويدلر، زي ما قلت لك ان انت باصص عند الكوليكتور وشايف الاميتر متوصل بمقاومه على الجراوند، فهتبقى الار اوت ست عباره عن الار اوت سمول 6 بتاع ترانزستور كيو 6 مضروب في 1 زائد الجي ام 6 في الار باي بارل مع مين؟ قلت لك بارل مع المقاومه اللي هي متوصله عند الامتر اللي هي ار 2، اللي هتلاقي قيمتها 1 كيلو اصلا، بس ممكن في المساله يغلب قيمتها عادي. ف يبقى دي كده الار اوت 6، لان انا باصص عند الكوليكتور والامتر متوصل بالجرام. طيب اللي فوق بقى، اللي فوق تعالى كده نفس اللي تحت عشان نشوف بقى الار اوت 4 دي هتساوي ايه. تعالى نفس كده الجزء اللي تحت خالص، انا عايز اجيب الايكويفالنت امبيدنس للي فوق عشان احسب الار اوت 4 واخد بارل مع الار اوت 6.
بس طبعا هنا ايه عشان بس تبقى عارف هتحسب ازاي بقى الار او بت 6. قلت لك خلاص انت كنت واصل عند الكوليكتور شايف الاميتر بتوصل المقاومه، فكانت الار او بت 6 هي قانون ويدلر. الار او بت 6 دي هتبقى الايرلي فولتج مقسوم على الاي سي 6 اللي هو انت هتبقى جايبه من دي سي اناليسيز او جيفن. الجي ام 6 ديت اللي هي مين؟ اللي هي الاي سي 6 على الفي ثيرمال. دي هتبقى ار باي 6 اللي هي الفي ثيرمال على الاي بي 6. اللي هي الفي ثيرمال في البيتا على الاي سي 6. الار 2 دي زي ما بقول لك هي كام؟ 101 كيلو. فاهم؟ انت تعرف تحسب قيمه الار او بت 6 اوريدي. هناخد مساله بحيث نعوض فيها. طب تمام تمام انا دلوقتي وانا باصص هنا عشان احسب بقى الار او بت 4. وانا باصص هنا شايف ايه؟ اقول لك انا عايز اشيل اول حاجه طبعا ده بي ان بي. انا عايز اشيل الترانزستور ده احط مكانه مقاومه. اقول لك ماشي، يبقى هات الايكوفالنت امبيدنس هنا سميها ار. فلما انت تيجي عند الترانزستور وتبص على الاميتر بتاعه، فانت شايف اللي فوق ايه؟ انت شايف اللي فوق عباره عن ار اميتر 2، ودي قلت لك عليه. قلت لك لما تيجي تبص هنا عند اميتر ترانزستور وتشوف الايكوفالنت للترانزستور كله، فانت لما تيجي تبص عند الاميتر انت شايف الترانزستور كله عباره عن ايه؟ عباره عن الار اميتر دي. طالما البيس فاضي، البيس ما فيهوش حاجه تتنقل. يعني عارف لو البيس هنا فيه مقاومه كنت كده الموضوع كان مختلف. كنت هتاخد المقاومه دي تقسمها لواحد زي البيتا وتجمعها مع الار اميتر دي. لكن انت بص عند الاميتر والبيس فاضي. ده كيو 2 اللي هو كان بيخش عليه الانبوت. فانت البيس فاضي وانت باصص عند الاميتر. فلو البيس كان فيه مقاومه كانت هتتقسم على واحد زائد بيتا عشان تتنقل للاميتر وتتجمع مع الار اميتر 2. يبقى دي كده الار ايكوفالنت اللي انت شايفها عند الاميتر. الكلام ده شفناه في الاول خالص. طالما البيس فاضي فلما اجي ابص عند الاميتر انا شايف الار اميتر 2 بس. فبالتالي اقدر اشيل كل الكلام ده، اشيل الترانزستور ده واحط مكانه ايه؟ واحط مكانه ار اميتر 2 اللي هي الار اميتر بتاع كيو 2 اللي هي الار باي بتاع كيو 2 مقسومه على واحد زائد بيتا. شوف بقى هو ام بي ان الترانزستور ولا بي ام بي. طب حلو، فاول حاجه عملتها ان انا شلت الترانزستور اللي فوق وحطيت مكانه ار اميتر. انا كنت ببص عند الاميتر وشايف البيس فاضي، فبالتالي انا شايف ايكوفالنت ريزيستنس ايه؟ ار اميتر 2. فبالتالي لما اجي ابص هنا اللي هو ببص عند الكوليكتور والاميتر في مقاومه توصل على الجراوند، كنا بنعمل ايه؟ برضه ويدلر، برضه هتبقى ار اوتبوت 4 ويدلر، لان انا ببص عند الكوليكتور والاميتر متوصل بالمقاومه على الجراوند. هتبقى ار اوتبوت 4 في 1 زائد جي ام 4 مضروبه في مين؟ مضروبه في الار باي 4 برل مع المقاومه بين الاميتر والجراوند اللي هي المراد تبقى الار اميتر دي. واعوض واحسب الار اوتبوت 4 واخدهم برل مع بعض، يبقى انا كده حسبت مين؟ الاوتبوت ريزيستنس بتاعت الانبوت ستيج. انا كده حسبت الاوتبوت ريزيستنس بتاعت الانبوت ستيج. تمام، ناقص بقى عشان احسب الفولتج جين ان انا احسب الترانس كوندكتنس، لان الفولتج جين حتى لو مطلوبش منك في المساله الترانس كوندكتنس فانت لازم تحسبها عشان تحسب منها الفولتج جين. ان الفولتج جين زي ما شفنا من شويه من الايكوفالنت سيركت هو سالب الجي ام في الار اوت. لو عايز تاخد له المودولس هتشيل الاشاره السالبه. فانت انت اوريدي حسبت الار اوت، لسه حاسبها دلوقتي الاوت ريزيستنس. فانت محتاج تحسب بقى الجي ام عشان تحسب منها الفولتج جين. خلي بالك ان الار انبوت والار اوت انت حسبتهم اليونت بتاعتهم بالاوم، سواء ار انبوت او ار اوت اليونت بتاعتهم ايه؟ بالاوم. فال اللي هي الجي ام دي هتبقى اليونت بتاعتها بالمه اللي هي معكوس الاوم، بحيث لو تضرب في حاجه بالاوم يدي لك الفولتج جيم من غير يونت. فالترانس كوندكت نزلت على سيبها هتطلع اليونت بتاعتها بالمه اللي هي معكوس الاوم، او ممكن تسميها امبير بير فولت اللي هي برضه معكوس الاوم. الامبير بير فولت اللي هي واحد على اوم اللي هي المه. المهم يعني انا جاست ان انا حسبت الترانس كوندكتنس كده عرفت احسب الفولتج جين، وانا كده خلصت كل حسابات الانبوت ستيج واقدر احل اي مساله يكون فيها انبوت ستيج. لو في الامتحان هيجيب لك ستيج منهم، يعني هيجيب لك مساله هي ستيج منهم هما الثلاثه، ممكن يجيب لك الانبوت او الجين او الاوت. فبيجيب لك نفس الحته من الانبوت او حته من الاوت او بتبقى الاوت كلها او الجين كلها، ويطلب منك بقى انك تحسب لها الانبوت ريزيستنس والاوت ريزيستنس، ممكن يكون عامل لها موديفيكيشن معدل فيها سنه. فالكلام ده هنشوفه واحنا بنحل ايه. تمام، بس انا بس محتاج احسب الترانس كوندكتنس. طب زي ما قلت لك دلوقتي الترانس كوندكتنس هي علاقه كرنت على فولت.
كنت بقول لك دلوقتي ايه اي اوتبوت على كنت بقول لك ان هي امبير على فولت. فايه القانون بتاعها اللي هي قانون الترانس كوندكتنس اللي هي جي ام؟ الترانس كوندكتنس عباره عن الاي اوتبوت مقسومه على الفي انبوت اللي هو الاوتبوت كارنت مقسومه على الانبوت فولت. الاوتبوت كارنت مقسومه على الانبوت فولت، ده كده قانون الترانس كوندكتنس. اوتبوت كارنت مقسومه على انبوت فولت. طب ازاي بقى احسب الاوتبوت كارنت؟ تعال بص كده معايا. الانبوت فولت معروفه، الانبوت فولت هيبقى عباره عن ايه؟ الار انبوت ديفرنشال مضروبه في الاي انبوت. طب مين الار انبوت ديفرنشال؟ خلينا بس نسيب الباست كده فاضي عشان لسه هنشوف الاي اوت. الار انبوت ديفرنشال احنا لسه حاسبينها بعد الاختصار، قلنا هتبقى 4 ار باي. بس طبعا لو في المساله ما كانتش البيتا بتاعت الام بي ان زي البي ام بي وما كانش الاربعه ترانزستور ليهم نفس الاي سي، ساعتها انت تبقى حاطط مكان الار انبوت ديفرنشال رقم. بس هنا حاطط لك 4 ار باي ان كيس ان هو نفس الابروكسيميشن اللي احنا عملناه. لكن كده كانت اصلا بتبقى في المساله بتجيب ارقام، فانت هتحط مكان الار انبوت ديفرنشال وهتشيلها وتحط مكان الرقم بتاعها. بس هنا زي ما بقول لك ايه، بافتراض ان هي 4 ار باي. لكن من شويه وريت لك ان هو قانون كبير قوي، القانون ده يختصر ل 4 ار باي لو كان بقى البيتا ام بي ان هي نفس البي ام بي وكانت الاربعه ترانزستور ليهم نفس الار باي. والاي انبوت اللي هو مين؟ اللي هو الاي بيز. الاي انبوت بتاعك اللي هو الاي بيز. طب مين بقى الاوتبوت كارنت؟ يبقى خلاص الفي انبوت الترانس كوندكتنس هي الاوتبوت فولتج على الانبوت، على الاوتبوت كارنت على الانبوت فولتج، دي الترانس كوندكتنس. طب مين؟ مين الاي اوتبوت؟ الاي اوتبوت هو الكرنت ده، الكرنت اللي داخل هنا، عشان مش ده كده الاوت، فالكرنت اللي داخل هنا ده كده الاي اوتبوت. فانت هتلاقي الترانزستور دوت، الترانزستور ده اللي تحت ده الكرنت بتاعه نازل لتحت، والترانزستور اللي فوق ده لو فاكر احنا كنا لما كنا شغالين ديفرنشال امبليفاير كنا بنقول الترانزستور ده بيشتغل في حاجه اسمها لما يبقى شغال في الديفرنشال مود. لو دلوقتي احنا بنشغلين ديفرنشال امبليفاير في الديفرنشال مود، فكان الترانزستور ده بيشتغل في حاجه اسمها الريفرس اكتف، فكنت بتلاقي ان التيارات معكوسه. فالطبيعي اتجاه الاي سي يبقى لتحت، بس عشان ده اللي شغال في الريفرس اكتف بتلاقي ان اتجاه الاي سي لفوق، بتلاقي ان اتجاه الاي سي لفوق. فالاي سي بتاع الترانزستور دوت اللي هو بي ام بي هيبقى طالع لفوق، واتجاه الترانزستور اللي هو ام بي ان ده العادي هيبقى نازل لتحت عشان الاميتر خارج فيبقى الكوليكتور داخل. بس ده شغال ريفرس اكتف، فالطبيعي ان يبقى الكوليكتور خارج، بس عشان هو ريفرس اكتف يبقى الكوليكتور داخل. فتلاقي ان الكرنت الكوليكتور ده طالع لفوق والكرنت الكوليكتور ده نازل لتحت، فيبقى الكرنت اللي داخل للنقطه دي عشان هو يخش كده هيتوزع كده ويتوزع كده. فالكرنت ده هو الاي اوت، الكرنت ده هو الاي اوت، الكرنت ده هو ايه؟ هو الاي اوت. فيبقى الاي اوت بيساوي 2 اي سي، لان انا فارض ان التو ترانزستور ليهم نفس الكوليكتور كارنت، فبقول 2 اي سي. والاي سي احنا عارفين ان هو ايه؟ الاي سي هو عباره عن الالفا في الاي متر، الالفا دي اللي كانت بيتا على بيتا بلس 1، بحيث لما اخد اي متر اقسم على بيتا بلس 1 اطلع الاي بيز، لما اضربه في بيتا اطلع الاي سي. فالاي سي اللي هي كانت الفا في الاي متر. فكل اللي عملته ان انا قلت لك ان الكارنت ده اللي هتعمله في الامتحان، هتقول ان الكارنت يساوي الاي سي ده بلس الاي سي ده اللي هو 2 اي سي، اللي هو الكرنت الاي اوتبوت. اي اوتبوت اللي هو اللي داخل هيبقى بيساوي الاي سي ده والاي سي ده اللي هو 2 اي سي، اللي هو ايه؟ اللي هو 2 اي سي، اللي هو الاي سي ممكن احط مكانه الفا في الاي متر، ممكن احط مكانه الفا في الاي متر. تمام، ممكن احط مكان الاي سي الفا في مين؟ في الاي متر. كويس. وبعدين اعمل ايه تاني؟ طبعا لان الاي متر بيضرب في الفا يديك الاي سي. اعمل ايه تاني عشان احسب ترانس كوندكتنس؟ اقول لك نعمل شويه اختصارات، نقول 2 الفا في 1 زائد بيتا في الاي بيز، الاي متر 1 زائد بيتا في الاي بيز على 4 ار باي في الاي بيز، الاي بيز هيروح مع الاي بيز. طب الار باي على 1 زائد بيتا مش كانت بتديك الار ام متر؟ والاثنين دي هتختصر مع الاربعه يديك تحت 2، هتلاقي ان في الباست بقى في الفا، في المقام بقى في 2، الاربعه على 1 زائد بيتا دي هتديك ار ام متر. الالفا اللي هي تقريبا بواحد،
بس لو هو في المسألة كان مدي لك قيمة البيتا فيفضل تعوض بيها، يفضل تقول بيتا على بيتا بلس 1 وتحسب الألفا. لو هو في المسألة كان مدي لك قيمة البيتا عايز تفترضها تقريبا بواحد مش غلط. والار اي طبعا هتبقى هي الفي ثيرمال على الاي ايميتر، الاي ايميتر ده انت هتبقى حاسبه اوريدي من الدي سي كارد، فانت كده حسبت الترانس كوندكتس. فقلت هي الاي اوت اللي هي 2 اي سي اللي هي 2 الفا في الاي اي، و شلت دي حط مكانها واحد زي كده في الاي بي، ودي بقت عباره عن ار اي وبقت الفا على 2 ار اي وبس، والالفا تقريبا بواحد. تمام، يبقى انت كده حسبت مين الترانس كوندكتنس، وطبعا هتطلع معاك برقم فتعوض بيه وتحسب مين، وتحسب قيمة تعوض بيه بقى في اللي هو سالب جي ام في الار او، بتاخد ترانس كوندكتنس دي تضربها في الاوتبوت ريزيستنس وتحسب منها الفولتج جين، تحسب منها قيمة مين الفولتج جين. طب تمام، تعالوا كده ناخد مسألة فاينل على الكلام ده. مسألة فاينل كان مدخل فيها مين اللي هي الانبوت ستيج وطلب منك بقى المعطيات. طيب هنا هتلاقي كان اول سؤال اهو، وكان عليه كام درجة؟ 19 درجة اهو، يعني سؤال للاي سي ده كان عليه 19 درجة، كان بيور اي سي ما فيهوش اي دي سي خالص، وكان عليه 19 درجة. تمام، فكان بيقول لك ايه؟ يعني هو كان عليه 19 درجة من أصل كام درجة بقى؟ من أصل 60، لأن هو كل بارت عليه 60، فكأن سؤال الـ AC ده بيبقى عليه مثلا تلت درجة الامتحان مثلا. فهنا بيقول لك الـ input stage، الـ input stage بتاعت الـ op amp بتشون الـ figure 1، حاطط لك نفس رسمة الـ input stage بتاعتنا أهي، أدي كده الـ differential amplifier والـ transistors بتاعتك. فبيقول لك اللي إيه؟ الانبوت ستيج بتاعت الاوب امب ان فيجر 1 الريفرنس كارنت ب 19 مايكرو امبير، الترانزستور كيو 1 لكيو 6 ار بايزد باي اي سي بتساوي 9.5 مايكرو. بيقول لك خلي بالك ان الاي سي بتاعتك قيمتها كام؟ قيمه الاي سي بتاعتك هي ب 9.5 مايكرو، دي قيمه الاي سي، ومدي لك قيمه للبيتا ب 250، ومدي لك قيمه للايرلي فولتج ب 100، و مديك الايرلي فولتج 100 و50 للام بي ان والبي ام بي ريسبكتيفلي، يعني الايرلي فولتج بتاع الام بي ان 100 والايرلي فولتج بتاع البي ام بي 50، وطالب منك تحسب بقى الفولتج جين اللي هو الفي اوت على الفي ديفرنشال، ان احنا المفروض هو في اوت على الفي انبوت، بس طبعا الفي انبوت اسمه في انبوت ديفرنشال او في ديفرنشال. بيقول لك احسب الفي اوت على الفي ديفرنشال اللي هو الفي اوت على الفي انبوت، و احسب الار انبوت ديفرنشال، واحسب الار اوتبوت، وكمان احسب الكومن مود ريجكشن ريشيو، وبس كده، واحسب مين الكومن مود ريجكشن ريشيو. فكل الحاجات دي احنا اوريدي حسبناها، بس هنزود عليها الكومن مود ريجكشن ريشيو هنحسبها. تعالى كده نشوف بقى نعمل ايه في المساله، نحط الجيفنز في الاول بعد كده نبدا نشوف بقى نحل ازاي. ايه الجيفنز اللي معاك؟ ان هو مدي لك الفي اي الايرلي فولتج بتاع الام بي ان قيمته ب 100، و الايرلي فولتج بتاع البي ام بي قيمته ب 50. تمام، قيمته ب 50، و مدي لك كده. تعالى بس نطلعها فوق بدل ما احنا نازلين تحت او كده، تعالى نطلع فوق. تعالى نطلع فوق، مديلك ان الايرلي فولتج بتاع الام بي ان قيمته ب 100، وان الايرلي فولتج بتاع البي ام بي او تسميه بي وان احسن قيمته ب 50. مديلك ان الاي كوليكتور بتاع كل الترانزستورز، عشان كده حتى من شويه احنا كنا فارضين ان هم ايدنتيكال ترانزستورز، فبدي لك ان الاي سي بتاع كل الترانزستور ب 9.5 مايكرو. عشان كده اللي احنا عملناه شويه احنا قلنا 2 اي سي، لان هو اللي قال لك حتى في المساله ان هم ايدنتيكال ترانزستورز.
ايه تاني؟ مدي لك البيتا ب 250، دي اي سينك هي كل الجيفن دي. و مدي لك الريفرنس فولتج بكام؟ ب 19 ونص، بالريفرنس كارنت ب 19 مايكرو، بس دي مش هنحتاجها يعني. مش هنحتاجها في المسألة. طيب انا هنا عايز احسب في الاول الار اي بالديفرنشال، فتروح بقى ماشي نفس اللي احنا مشيناه، ما هي نفس المسألة. هتلاقي ان الار اي بالديفرنشال المفروض كانت طالعة شوية حاجات، وفي الاخر قلت لك لو كانت بيتا بي ام بي، هي بيتا ام بي ان، كانت تطلع في الاخر ار اي بالديفرنشال بكام؟ بار باي 1 زائد ار باي 2 زائد ار باي 3 زائد ار باي 4، ده اللي قلته لك صح؟ وهو اصلا في المساله مدي لك بيتا واحده اللي هي بيتا بتاعت كل الترانزستورز، اللي هي بيتا الام بي ان وبيتا البي ام بي. فبالتالي هتفضل برضه شغال نفس اللي احنا عملناه ده كله، وفي الاخر خالص او عايز تسهل على نفسك من البدايه خالص وتعتبر بيتا واحده عشان تطير معاك من البدايه بدل ما تطلع القانون الكبير، اوكي. نطلع في الاخر زي ما احنا عملنا من شويه ان الار ايمو ديفرنشال بتساوي الار باي 1 زائد الار باي 2 زائد الار باي 3 زائد الار باي 4. طب هل اقدر اشيلهم واحط مكانهم 4 ار باي؟ هيقول لك اه، ما هو قايل لك ان الكوليكتور كارنت ليهم كلهم واحد. هي اصلا الار باي عباره عن ايه؟ في سيرمال على الاي بي او بيتا، في سيرمال على الاي سي، فطالما الكوليكتور كارنت بتاعهم واحد والبيتا بتاعتهم واحده والفي سيرمال طبعا ثابته، فبالتالي الكوليكتور كارنت واحد والبيتا واحد، فالار باي بتاعتهم كلهم هتبقى نفس الار باي. فاقدر اشيل الكلام ده واحط مكانه 4 ار باي. ده الار اي بالديفينشن 4 ار باي اللي هي 4 في الفي ثيرمال اللي هو 25 ملي فولت، في البيتا اللي هي 250، يعني كده تحط مكانها بيتا في ثيرمال على الاي سي، على الاي سي اللي هو 9.5 مايكرو، على ال في ثيرمال اللي هو كام؟ على ال اقصد الاي سي اللي هي بكام؟ 9.5 مايكرو، على الاي سي اللي هي ب 9.5 مايكرو. كويس جدا. بعدين وبعدين نعمل ايه تاني؟ يقول لك تمام، يعني كده حسبت الار انبوت ديفرنشال. طب ازاي احسب ال ار اوتبوت وازاي احسب الترانس كوندكتنس؟ اقول لك الار اوتبوت كالعاده كانت ار ار زي ما عملنا من شويه، لان هي نفس الرسمه، ار اوتبوت 4 بارل مع الار اوتبوت 6، هي نفس الرسمه مش رسمه جديده. فالار اوتبوت اللي هنا هي عباره عن ار اوتبوت 6 بارل مع ار اوتبوت 4، وطبعا دي 1 كيلو هو مديها لك، اللي هي الار 2 اللي قلت لك عليها دي 1 كيلو، دي طبعا هتبقى جراوند عشان انت شغال اي سي اناليسيس. فبالتالي هتقول له ايه؟ ان الار اوتبوت 4، الار اوتبوت 6 زي ما قلنا من شويه هتبقى عباره عن ار اوتبوت 6 1 زائد جي ام 6 في الار باي 6 بارل مع الار 2. مين الار 2 دي؟ الار 2 دي اللي هي المقاومه دي، اللي هي مقاومه الاميتر. فطبعا هتعوض عن الار 2 دي ب 1 كيلو، الار باي 6، ما انت كنت حاسب من شويه الار باي بتاعت كل ترانزستور، وهتروح حاطط الار باي ديت طبعا اللي هي كانت الفي ثيرمال في البيتا على الاي سي 6 اللي هي 9.5 مايكرو. طب الجي ام 6، ما الجي ام اللي هي بيتا على الار باي 6، ممكن تقول له بيتا على الار باي 6، ممكن تقول له ان هي الاي سي على الفي ثيرمال وانت معاك الاي سي 9.5 مايكرو. الار اوت 6 هو ترانزستور 6 ده كان ام بي ان ولا بي ام بي؟ هقول لك كان ام بي ان. فطالما هو ام بي ان فيبقى القانون بتاعه هو الفي ايرلي فولتج للام بي ان على الاي سي. طبعا اي سي 6 بس كلهم ليهم نفس الاي سي، فالاي سي دي قيمتها بكام؟ الاي سي دي قيمتها ب 9.5 مايكرو. الايرلي فولتج بتاع الام بي ان كان 100، لكن لو كان بي ام بي كان هيبقى 50. وتاخد بقى القيمتين دول توازي مع بعض، بعد كده تضربهم في ديت اللي هو ده في ده بلس ده على ده، بعد كده تضربهم في ديت، بعد كده تجمع عليهم واحد، بعد كده تضرب الكلام ده في قيمة الار اوتبوت 6، يطلع لك الار اوتبوت كابيتال 6. تمام. طب الار اوتبوت كابيتال 4، الار اوتبوت كابيتال 4
دي عملناها برضو مع بعض، فتعملوا نفس اللي احنا عملناه مع بعض، ان انت هتروح شايل دي كده وحاطط مكانها ار ام متر اتنين، هتشيل دي وتحط مكانها ار ام متر اتنين، فتبقى انت باصص هنا، هيبقى بالنسبه لك الكوليكتور وشايف هنا ار ام متر اتنين مع الجراوند، فبالتالي بالتالي هتبقى ايه؟ هتبقى الار اوت 4 اللي هي الار اوت 4 سمول في 1 زائد الجي ام 4 في الار باي 4 بارل مع مقاومه اللي هي متوصله بين الاميتر والجراوند، اللي انت هنا هتبقى ويدلر برضه زي ما قلت لك، يبقى عندك هيبقى عندك في الاميتر دي كده في ار اميتر 6 ار اميتر 2 اقصد، فيبقى شايف ما بين لما انت تبقى انت باصص من الكوليكتور وشايف ما بين الاميتر والجراوند ار اميتر 2، فتبقى مقاومه الاميتر هي ار اميتر 2. تمام، طبعا دي نفس الكلام نفس الار باي نفس الجي ام، الار اوت هنا هتختلف لان الترانزستور كيو 4 هو بي ام بي، فدي هتبقى الايرلي فولتج بتاع البي ام بي مقسوم على الاي سي اللي هي ب 9.5 مايكرو، ودي طبعا ار اميتر 2 هتحسبها ازاي؟ اللي هي ار اميتر 2 هتحسبها ازاي؟ هقول لك ماشي، هي عباره عن الار باي 2 على 1 زائد بيت، دي اوريدي حسبناها، اللي احنا حسبنا كل الار باي كانوا نفس الار باي هيقسم على 251 ان البيتا 250، طلعت الار اميتر 2. تاخد بقى الار اوت 4 دي اللي طلعت معاك برل مع الار اوت 6، يبقى انت كده جبت الار اوت التوتال بتاعت الترانزستور، كده طلعت الار اوت ايه التوتال بتاعت مين الترانزستور. طب وبعدين عايز احسب الترانس كوندكتنس عشان من احسب الفولتج جين للفي اوت على الفي ديفرنشال، فالترانس كوندكتنس بتساوي ايه؟ زي ما احنا قلنا اللي هو هيبقى بتساوي 2 الفا في الاي ام متر على 4 باي في الاي بي، صح؟ وقعدنا ماشيين كده لحد ما وصلنا ان هي الفا على 2 ار اي. ممكن تريح نفسك وتقول له 1 على 2 ار اي وتبقى انت كده ريحت نفسك، تمام؟ ممكن تريح نفسك وتقول له 1 على 2 ار اي ويبقى انت كده خلصت وريحت نفسك، او تشيل الالفا دي وحط مكانها بيتا على بيتا بلس 1 اللي هي 250 على 251، ودي حط مكانها اللي هي الار باي على 1 زائد بيتا، وممكن بقى تضرب بيتا بلس 1 مع بيتا بلس 1 والكلام ده، او تعوض بقى بارقام ويبقى انت كده حسبت الجي ام. هتلاقيني في الورق عملت ايه لو ما نزلت المراجعه؟ ليه كنت عامل كده؟ ليه كنت عامل دي الفا على 2 ار اي يبقى الفا على 2 دي كده في سيرم على الاي اي، والاي اي هي الاي سي على الالفا، احنا عارفين الاي اميتر هي عباره عن الاي سي على الالفا بقى، هتلاقي ان الالفا دي هتروح مع الالفا دي والاي سي دي هتطلع لك فوق، فيبقى الجي ام عباره عن الاي سي على 2 في الفي سيرم، وطبعا انت معاك الاي سي معاك الفي سيرم كأنه اي سي على 2 في الفي سيرم. على فكره احنا كنا نوصل نفس الناتج لو كنا عملنا اللي فوق، يعني كنا نوصل برضه اي سي على 2 في الفي سيرم لو كنا ماشيين على اللي فوق. بص كده ما انا هحط مكان دي 4 على بيتا بلس 1 بتاع بيتا بلس 1، فدي هتروح مع اي، هيبقى لك البيتا فوق على 2 ار باي، هتبقى بس دي ار باي تمام، والار باي ديت اللي هي في سيرم على الاي بي، فالاي بي ده هتطلع فوق تضرب في البيتا فتبقى اي سي، يبقى في المقام في في سيرمال في 2 واي سي على 2 في سيرمال برضه نفس الكلام، يعني ايا كان ده شغل بقى تعويض، وفي الاخر ممكن تريح نفسك من الاول تقول له الالفا تقريبا بواحد، لان 250 على 251 تقريبا بواحد، ويبقى انت كده ايه وتشيل الار اي وتحط مكانها بقى الار باي اللي انت حسبتها على 1 زائد بيتا، وانت اوريدي كنت حاسب الار اي قبل كده، فانت كده حسبت مين؟ حسبت الترانس كوندكتنس، وتضربها بقى في الار اوت، يعني تقول له بقى الفي اوت على الفي ديفرنشال هي الترانس كوندكتنس دي مضروبه في الار اوت وتحط اشاره سلامه، ده الفولتج جين، وتقول له بقى مودلس الفولتج جين اللي هو الكلام ده من غير اشاره السلام، يبقى وخلي بالك ان الفولتج جين ده اللي هو الديفرنشال اوت على الديفرنشال انبوت. تمام، كلام جميل. طيب اخر حاجه بطلبها منك، طالب منك ان انت تحسب ايه اللي هو الكومن مود ريجكشن ريشيو، فاحنا عارفين الكومن مود ريجكشن ريشيو، عارفين ان كومن مود ريجكشن ريشيو كانت بتساوي الاي ديفرنشال على الاي كومن،
كمودي لوس. فانا اوريدي معايا بعد كده طبعا ممكن اخد لها 20 لوج عشان احسب الكمبوند ريدكشن ريشيو بالدي بي، اخد 20 لوج للكلام ده. فالاي ديفرنشال اوريدي معايا لان انا كنت حاسبها، فهي اوريدي ايه؟ اوريدي معايا لان انا لسه كنت حاسبها فوق، اللي هي الفولتج جين بتاعي اللي هو الفي اوت على في ديفرنشال. طب ازاي بقى احسب الكومن مود جين؟ عشان تحسب الكومن مود جين فانت لازم بقى تبدا تعمل كومن مود اناليسيس. احنا كنا بنقول ده كان ديفرنشال اناليسيس كله. فازاي بقى نعمل كومن مود اناليسيس؟ ركزوا معايا، هنعمل ايه؟ فاكر الرسمه دي اللي هي رسمه الترانزستورز كامله، اللي هي الرسمه دي كامله اللي هما شويه الترانزستورز دول، وانت عندك هنا في ميرور كارنت سورس، عندك هنا في مين؟ في ميرور كارنت سورس. فالميرور كارنت سورس ده انا ممكن احسب منه الاي اوت والار اوت بتاعته. طبعا لو عايز احسب الاي اوت بقى ساعتها احتاج الاي ريفرنس اللي هو كان مديهالي عشان احسب بقى منها الاي اوت بتاعته. بس انا مش هحتاج الاي اوت بتاعته في حاجه اللي هي قيمه الكارنت سورس، لان انا وانا شغال اي سي اناليسيس اصلا الكارنت سورس ده بيبقى اوبن سيركت. لكن هيبقى المفروض ليه اوت ريزيستنس وليه اوت كارنت. الاوت كارنت ده مش محتاجه في حاجه، انا محتاج الاوت ريزيستنس بتاعته بحيث اشيله واحط هنا اوت ريزيستنس. ليه؟ اصل الاوت ريزيستنس دي هتخش معايا في الكومن مود. لو فاكرين في الكومن مود كانت المقاومه اللي هنا دي كانت بتطير، كانت بتتكنسل في الديفرنشال مود اقصد، لكن في الكومن مود كانت بتتدبل وتتحط هنا بالدبل وهنا بالدبل. ان انا كنت هنا مثلا عندي ار اي وكنت باخدها هنا 2 ار اي بارل مع 2 ار اي بحيث اشتغل بالهاف سيركت واشتغل على 2 ار اي في الكومن مود. فده اللي انا عايز اعمله دلوقتي، عايز اشيل الكلام ده واحط مكانه الاوتبوت ريزيستنس بتاع الكرنت سورس ده. فده الاوتبوت ريزيستنس بتاع الكرنت سورس دوت هو ايه؟ هو الار اوتبوت سمول. هنبص كده بس على الاسامي او نجيب الاسامي هنا، نجيب الاسامي من هنا. كان عندي كيو 8 و كيو 9 تمام، عندي كيو 8 و كيو 9. ف مين الار اوتبوت بتاعه السيركت دي بتاع الميرور كارنت سورس ده؟ طالما ميرور كارنت سورس فكان بتبقى الار اوتبوت بتاعته اللي هي الار اوتبوت سمول، كانت الار اوتبوت بتاعته اللي هي الار اوتبوت سمول. فكل اللي هعمله ان انا هشيل الميرور كارنت سورس ده واحط مكانه ار اوتبوت سمول مع الجراوند. ادي ار اوتبوت سمول بقى ار اوتبوت سمول 8. كده مش تفرق معايا 8 من 9 ان هم كلهم اصلا ليهم نفس الاي سي تمام. و فبس طبعا هبقى معوض بس بالايرلي فولتج، فقولي يبقى الار اوت 8 بتساوي الايرلي فولتج البي ام بي اللي هو البي ام بي مش الام بي ان مقسوم على مين؟ الاي سي اللي هو 9.5 مايكرو. فاقول الايرلي فولتج اللي هو كان ب 50 فولت على 9.5 مايكرو، يبقى انا كده طلعت مين؟ طلعت الار اوت 8 تمام. فالار اوتبوت 8 دي هتبقى هي الاوتبوت ريزيستنس بتاعت مين بقى؟ هتبقى هي الاوتبوت ريزيستنس بتاعت الميرور كارنت سورس اللي هتبقى موجوده هنا، هتبقى موجوده هنا مع الجراوند. طبعا هنا المفروض في اوتبوت كارنت انا مش مهتم بيه، علشان الار اوتبوت 8 دي هتتوزع 2 ار اوتبوت 8 هنا و2 ار اوتبوت 8 هنا، بحيث ابدا اشتغل بقى بكونسبت الهاف سيركت وابدا احسب الكومن مود جين. فتلاقي هنا اتوزعت 2 ار اوتبوت 8 وهنا 2 ار اوتبوت 8، فانا هشتغل على الجزء ده بس مش مهتم بالجزء التاني. ده اللي كنا بنعمله في الكومن مود. هتلاقي الرسمه في الاخر قالت لي ايه؟ الرسمه في الاخر قالت ان بقت هادي كده الار او 2 ار او 8 اللي انا حسبتها تمام. دي 2 ار اوتبوت 8 اللي انا حسبتها، ودي مين؟ دي كيو 2 وده كيو 4 وهنا كان في كيو 6 متوصل مع ال ار 2 بالجراوند. دي هتبقى الرسمه. انا هاخد نص السيركت، خدت مين؟ خدت نص السيركت. عايز امسح انا خدت نص السيركت مش السيركت كله. انا طبعا كان داخل الفي ام فبس عملت كده عشان احسب مين؟ علشان
الار او بالثمانية دي هتبقى بتتوزع معايا 2 ار او بالثمانية هنا و2 ار او بالثمانية هنا، تمام؟ طيب وبعدين اعمل ايه؟ وبعدين اعمل ايه؟ هقول لك تمام، تعالى بقى نحل عشان نجيب الكومون جيت. بص الترانزستور اللي هو كيو 4 ده هيبقى الاي بيس بتاعه بزيرو، اللي هو الاي بي 4، فتلاقي ان الاميتر كارنت ده هو نفسه الكوليكتور كارنت ده، لان ده اصلا هيبقى البيس كارنت بتاعه بزيرو. فالترانزستور كيو 4 ده علشان بنسهل الحل احنا هنشيله اصلا من الديزاين، اعتبر ان الار اميتر دوت هو نفسه الكوليكتور كارنت ده. هو فعلا هنا مفيش بيس كارنت، فالاميتر ده هو نفسه الكارنت ده، والاميتر ده هو نفسه الكارنت اللي هيمشي هنا، فالترانزستور كيو 4 ده احنا هنشيله اصلا من الديزاين كانه مش موجود. هتلاقي ان ترانزستور كيو 4 ده ايه؟ شلناه اصلا من الديزاين خالص، تمام؟ فدي اول حاجه نعمل ان ترانزستور كيو 4 ده مش موجود، توصل ده على طول نقطة الاي بيز بتاعته بزيرو، فهتلاقي ان الاي اميتر ده تمام هو نفسه الاي كوليكتور بتاع كيو سيت. طب وبعدين نشتغل ازاي؟ وبعدين نشتغل ازاي؟ اقول لك تعالى كده نرسم من البيز للجراوند. عندي دلوقتي ده البيز في مقاومة ار باي ما بينها وما بين الاميتر، وبعد كده عندي من الاميتر ايه؟ اه ده من الاميتر هيبقى فيه رسمة كبيرة، فانا محتاج اعمل ايه؟ تجي هنا اجي هنا اشيل كل الكلام ده. انا كنت عايز ارسم دلوقتي من البيز للميتر، بس لقيت هنا في ترانزستور كتيره، فانا عايز اشيل كل الكلام ده واحط مكانه ايكوفالنت ريزيستنس اسميها ار، كل اللي تحت. هتقول لي ايه المشكله؟ وانا عشان كده شلت الكيو 4 عشان يسهل علينا الديزاين، ففي الحال انت لازم ترموف الكيو 4 عشان يسهل عليك الديزاين. انا عايز اشيل كل اللي تحت واحط مكانه ايكوفالنت امبيدنس، فانت باصص من عند الكوليكتور وشايف الاميتر متوصل بمقاومه، فدي ويدلر خلاص بقى انت بقيت عارفها. ار هي ار اوت 6 في 1 زي جي ام 6 في الار باي 6، كل الكلام ده معاك برمى على الار 2 اللي هي 1 كيلو. ما انت كده حسبت الار اللي انت شايفها ايكويفالنت لكل اللي تحت. خلي بالك انا عايز اجيب الفي اوت على الفي انبوت، فانا رحت شلت كيو 4 بعد كده شلت كل اللي تحت ده وحطيت مكانه مقاومه اسمها ار وحسبت قيمتها، طلعت مكانه مقاومه اسمها ار وحسبت قيمتها. هيبقى عندي من الاميتر للجراوند الاميتر بتاع كيو 2، دي ممكن نسميها ار باي 2 بس الار باي بتاعتهم كلهم واحد. هيبقى عندي بالاميتر بتاع كيو 2 انا شلت كل اللي تحت وحطيت مكانه ايكوفالنت ار، الار دي اللي هتبقى ار ويدلر بتاعت كيو ست، اللي هو كنت بوصل عند الكوليكتور وبشوف ايه ولقيت الاميتر بتوصل المقاومه. فيبقى في ما بين الاميتر والجراوند مقاومه اسمها ار اللي انا حسبتها. طيب وطبعا ما بين بقى الكوليكتور والاميتر هذا الكرنت سورس، و دوت باتنين ار او بالتمانية، وده قيمته بايه؟ ده القيمة بتاعته ب اتنين ار او بايه؟ تمانية. طيب بعدين مين الفي اوتبوت؟ الفي اوتبوت اللي على الاتنين ار او بالتمانية، لا مش اللي على اتنين في اوتبوت تمانية، الفي اوتبوت كان اللي هو هنا، الفي اوتبوت اللي هو كان متاخد من على كيو ست. انا شلت كيو 6 باللي تحته وحطيت مكانه مقاومه ار، فالفي اوت اللي هو كان بيتاخد عليه، فالفي اوت بتاعك اللي هو على المقاومه ار. فعلشان كده انت لازم تنقل المقاومه دي توديها عند البيز، لان الفي انبوت بتاعتك اللي هي من البيز للجراوند دي الفي انبوت بتاعتك. الفي انبوت بتاعتك الداخل اهو من البيز لحد من البيز بتاع كيو 2 لحد الجراوند. الاوتبوت كان متاخد من على كيو 6 لو فاكر. الكلام ده كله هتلاقيه موجود في الحل بتاع ملزمة المراجعة زي ما قلت لك، بنزلها لكم إن شاء الله. فهتلاقي إن ده الأوت بتاعك على كيو 6 وأنا شلت تحت وحطيت مكانه أر، فالأوت هيبقى متاخد على أر، تمام؟ الأوت هيبقى متاخد على مين؟ على الأر دي، ده الموجب والسالب أهو. فأنا محتاج بنقل الأر دي أوديها عند البيز عشان الفي إنبوت هيبقى من البيز للجراوند، كويس جدا. فأروح عامل إيه؟ كالعادة أدي البيز هيبقى عليه مقاومة ار باي ومقاومة تانية هتبقى الار دي مضروب في حيز البيتا عشان انقلها عند الاميتر وخلي الاميتر متوصل بالجراوند. هنا هيبقى طرف الكوليكتور بتاعي
واتنين ار اوت تمانية، وهنا الجي ام في ال في باي تمام، ودي كده ال في باي، وده كده ال في اوت، وده كده ال في انبوت. فبالتالي ال في اوت بيساوي ال في انبوت مقاومتين سيريز مضروب في ال R في 1 زائد بيتا اللي هي المقاومة دي مقسومة على حصر جميع المقاومتين. ف في انبوت في R 1 زائد بيتا على R 1 زائد بيتا بلس ال R باي تمام. يبقى ال V output على ال V input common اللي هو ال A common mode يساوي ال R في 1 زائد بيتا على ال R في 1 زائد بيتا بلس ال R bar. تمام. طبعا لو كانت ال R في 1 زائد بيتا اكبر من ال R by بكتير ساعتها ممكن نجلكت ال R by ويبقى ال A common mode بواحد، يبقى ال common direction ratio هو ال A differential بس. تمام. طبعا احسب من ده بقى الرقم لان ده اوريدي هبقى حاسبه، لان انا كنت كان هو الويدلر بتاع كيو 6 هبقى حاسبه كرقم. البيتا معاك، الار باي معاك، تحسب الايكوال مود وين، وتحسب مين الكومن دايركشن ريشيو، برضه احسب له الكومن دايركشن ريشيو ك دي بي. برضه احنا كده خلصنا الانبوت ستيج اللي هي اكبر ستيج فيهم، التو ستيجز اللي بعديهم هيبقوا اسهل. فالفيديو الجاي ان شاء الله هنخلص ايه الاي سي اناليسيس بتوع التو ستيجز دي.